بطاقة بيضاء، جولة أسبوعية في الملاعب المحلية، دوري عمان تل للمحترفين وأغلى الكؤوس تعزف لحن الإثارة، ومتابعة مستمرة لمشاركات أنديتنا خليجيا وآسيويا. بطاقة بيضاء، نافذة أسبوعية على الملاعب المحلية. بطاقة بيضاء، تابعونا كل سبت. بطاقة بيضاء، بطاقة بيضاء، متابعة لدورينا من مختلف الملاعب. النتائج أولا بأول مع التحليل الفني. تفاصيل الدوري أسبوعيا في بطاقة بيضاء. بطاقة بيضاء، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وإن شاء الله أعاد الله هذه المناسبة علينا وعليكم وعلى هذه البلاد الحبيبة بالخير واليمن والبركات. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بطاقة بيضاء، موعدنا الأسبوعي الدائم من الخامسة إلى الثامنة، والحديث على طاولة بطاقة بيضاء كالعادة مع أبرز وأهم الأحداث على الساحة الرياضية المحلية ومشاركات منتخباتنا الوطنية خليجيا، وكذلك مختلف أخبارنا الرياضية على الساحة المحلية. وبكل تأكيد يطغى على الوسط الرياضي هذه الأيام الحدث القاري الآسيوي، بطولة كأس الأمم الآسيوية في نسختها 16 والتي تحتضنها أستراليا، وتشارك ويشارك طبعا فيها منتخبنا الوطني من ضمن الفرق 16 التي تتنافس في هذه البطولة القارية، بالإضافة إلى محاور مختلفة سنطرحها تباعا بالتأكيد في هذه الحلقة. لكن يبقى الموضوع الرئيس هو مشاركة منتخبنا الوطني في كأس الأمم الآسيوية والإعداد والتحضير لانطلاق الحدث الآسيوي الكبير. أرحب بكم، أنا محدثكم حسين الأميري والزميل عبد الرحمن الجابري الذي سيصحبكم في الإخراج، كما سيكون معي على طاولة بطاقة بيضاء الزملاء أهلال المخيني الذي يعود لنا في هذه الحلقة لمعرفة طبعا رأيه في المشاركة العمانية في البطولة الآسيوية، وكذلك بعض الأحداث على الساحة المحلية. حياك الله يا أبو حمد. حياك الله يا هلا بك يونس، حياك الله، افتقدناك في بطاقة بيضاء. موجودين طال عمرك. نضال العارف أيضا سيتواجد معي على في هذه الحلقة، حياك الله يا كابتن نضال. حياك الله أخ حسين، وكل عام أنت بخير. أنت طيب إن شاء الله. حياكم الله. إذن مستمعين الكرام، نتشرف بتواصلكم معنا على 90456 على الرسائل النصية القصيرة في قادم الوقت على مدى الثلاث ساعات القادمة، ونرحب كذلك بمتابعتكم لنا حتى تمام الثامنة.
الاحمر ماجيك لونك سكن في كل بيت حي الله العماني ما ظن غيره حبيت احمر الدم واللون تتعشقنا مجنون نحبك نحبك نسال الله العون هذا هذا علمنا رافع دوم سنا وينها وين الصفقه وين باقي جمعنا كلنا لك هتفنا غالي منتخبنا احمر واحمر احمر روحنا لك ودمنا ولكن يجب ان تستغل بشكل ممتاز هنا كره تهيا يلا جول جول حسن ربيع يلا يا فوز الترتيب في الهجمات العكسية المرتدم في هذه الكرات أيضا مطلوب هنا حسن مظفر أيضا ممكن يستغل أيضا مهارته يلا جول عليهم حبوب مع ذري يحبك السامبا يسموك غصب عليهم حبوب شقنا مجنون واحمر دم واللون اذا حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في بطاقة بيضاء وأكيد يعني سنتحدث عن جملة من المحاور كما ذكرت لكن قبل ذلك سنمر سريعا على بانوراما سريعا صاحب التعبير على بعض الأحداث المحلية بشكل سريع طبعا في البداية نبارك لنادي النصر تتويجه بكأس حضرة صاحب الجلالة للهوكي بداية الأسبوع على حساب نادي أهل سداب الذي توج بالمركز الثاني والنادي السيب حل ثالثا والسلام رابعا إنجاز ليس بالجديد طبعا على بالنسبة لنادي النصر وهو أثبت تألق واضح طبعا في هذه اللعبة في السنوات الأخيرة ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في قادم المشاركات كذلك أهل سداب طبعا قدم أداء جميل في المباراة النهائية طبعا المباراة حسمت بركلات الترجيح أو في بداية الأسبوع هذه المباراة طبعا أقيمت وكانت سجال بين الفريقين كالعادة طبعا النصر وأهل سداب لم تتغير موازين القوى على ما يبدو في لعبة هذه اللعبة لعبة الهوكي وعاد السيب الجديد للمنافسة لكنه حصد المركز الثالث نبارك أكيد لنادي النصر هذا التتويج وأكيد نضال يعني تتويج مستحق بالنسبة للنصر بكل تأكيد حتى الاستقبال اللي حظي فيه الفريق النصر في مطار صلالة يدل على تعطش الجماهير النصراوية لتحقيق إنجازات على المستوى الرياضي للفريق
طبعا قد ينعكس هذا الفوز الكبير للنصر في هذا اللقب الغالي على عطاء أيضا فريق كرة القدم، إذا ما ربطنا أن هو بالنهاية نادي النصر لديه أكثر من نشاط رياضي، ما حظي فيه فريق الهوكي من استقبال ومن تشجيع ومن كلمات ثناء وما إلى ذلك، بكل تأكيد يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على باقي الفرق الرياضية الموجودة بفريق النصر. وأيضا يعني هناك ملاحظة في بطولة الهوكي، حقيقة عندما نقول أن المنافسة انحصرت لم تنحصر فقط من الناحية الفنية، أيضا من الناحية التنفيذية، دعنا نقول هناك كانت بعض الانسحابات نتيجة عدم جاهزية بعض الفرق حتى على مستوى التجهيزات الملابس، وكان أبرز الغيابات غياب فريق صحم عن مواجهة أهل الزداب بسبب عدم وجود ملابس. هناك أندية يعني نتمنى من هذه الفرق بشكل عام عندما تدخل أو تقرر الدخول في بطولة أن تكون على أتم الجاهزية. هذه البطولة طبعا بكل تأكيد لها عشاقها ولها جماهيريتها، ويكفي أنها تحمل اسم غالي جدا على قلوب كافة العمانيين، لذلك كان لابد من التحضير بالنسبة لباقي الفرق بشكل أكبر. أهل الزداب أعتقد أنه خسر النهائي لأنه أيضا لم يشارك في البطولة بشكل فعلي، فاز بلقائين بالانسحاب، أي أنه لم يحظى بالاحتكاك المطلوب خلال المنافسات، لم يتصاعد بالمستوى الفني كما حدث مع فريق النصر. هناك أكثر من عامل مؤثر حرم أهل الزداب من اللقب، وأيضا هناك أكثر من عامل أثر في حصول النصر على اللقب. نتمنى للنصر مواصلة الإنجازات، ونتمنى لأهل الزداب التعويض في باقي المناسبات. نعم إن شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق، بارك لهم اكيد ابو حمد، اكيد مبارك لهم، ولكن انعكس على فريق القدم ايضا احداث ساخنه صراحه، اذا كان هناك في بدايه مبارك للنصر صراحه، وهذا يدل على الاستقرار الاداري اللي يعيشه الفريق والاستقرار الفني اللي يعيشه الفريق. انا مالي كثير في الهوكي، ولكن من خلال المتابعات البسيطه، ولكن النصر يعيش فتره نضوج بشكل كبير على مستوى كل الفرق، انما الهوكي صراحه هو في اكثر من موسم هو دائما في النهائيات ويحصل على البطوله، وهذا عمل يعني يشكروا عليه اداره نادي النصر. ولكن نستغرب الان يعني من الاخ نضال لما ذكر انه البطوله فيها انسحابات وفيها فريق ما عنده تجهيزات، يعني صراحه لانه البطوله ربما يعني ما كانوا مستقرين على توقيتها، وكان اقيمت بعد ذلك في 20 يوم، هذا 20 كاس يوم فقط يعني الكاس، هذا الكاس كاس غالي يعني أكيد. بطوله الهوكي وهي لعبه يعني ازليه عريقة بالنسبه لانديه السلطنه، ولكن لما يحصل انسحاب بالنسبه للملابس او ما شابه، يعني هذه معناته انه الاتحاد عليه مراجعه كثير من الامور في هذه الجوانب، الانديه نفس الشيء عليهم يعني مراجعه كثير من الامور في هذا الجانب. يعني ما ممكن اليوم انا اهلي زداب يلعب يوصل للنهائي وهو مباراتين الفرق المفترض انها تلعب امامه بانسحاب او ما شابه، يعني هذه بطوله اذا هناك ما اصبحت اهميه بالنسبه للبطوله في تفكير الفرق، يعني او مش من ضمن طموح الفرق، بينما ان هذا الكاس يعني الفرق تصعد له، والحمد لله ان جائزته جيده يعني 45,000 يعني الأول. فهذه كلها عوامل يجب انها شويه تفاديها في المستقبل، لان اليوم احنا سواء من الاتحاد او من الانديه انه كان حائرين وين يحط حتى وقت البطوله، فهذا شيء يعني لا، الاتحاد عليهم مراجعه كثير من الامور في هذا الجانب. اذا بغيت انه يكون العمل منظم يعني يجب ان يكون من اعلى الهرم، يعني ما ممكن اليوم انا انظر للانديه وانا اللي على الهرم كاتحاد ما اكون عملي منظم على اساس انه تنفيذ مسابقه. نعم اعتقد بعض الاجنده الدوليه كانت يعني متعارضه في نفس التوقيت، لكن على كل حال يجب ان نضع ذلك في الاعتبار. يعني حتى البطوله في 20 يوم ربما سمعنا كثير من الانتقادات لهذا القرار من بعض الانديه، وبالتالي يعني نامل ان شاء الله ان تكون الوضعيه افضل في القادم باذن الله. ونجدد التبريكات طبعا لنادي النصر. نذهب إلى موضوع آخر بشكل سريع، طبعا المعسكر التدريبي لحراس المرمى، هذا المعسكر اللي راح يكون يوم الاثنين إن شاء الله 5 يناير الحالي في ملعب نادي أهل الزداب فرع دارسيت، يتواجد فيه الدكتور سلطان البلوشي مدرب حراس نادي بوشر، خالد الفارسي مدرب حراس نادي أهل الزداب، رضوان عيد مدرب حراس نادي الاتحاد. معنا الدكتور سلطان البلوشي للحديث عن هذا المعسكر. دكتور سلطان مساء الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك. يا كابتن حياك، ما لي عذر أنه في الشارع، بس لحظة شوية أصفط على جنب. إيه كذا أكثر أفضل الشرطة ما شاء الله يعني. أيوة.
حياك حياك دكتور. الله يعطيكم العافية كابتن هلال، عساك طيب، كيف حالك؟ نور، يا هلا بك دكتور، حياك الله. يا هلا بك، الله يسلمك، يا حي الله. الله يخليكم، الله يسلمك. طبعا كل عام وانت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وانتم طيبين وبصحة وسلام ان شاء الله. اهني الاخوان في نادي النصر، بأمانة اخوي وصديقي العزيز الكابتن محمد الشنفري يستاهلوا كل خير. نعم. ونتمنى عودة الفريق الاول لكرة القدم باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لهم العودة، وان يكون النصر دائما كما يعني كان. نعم نعم، هو احد الاقطاب في كرة القدم المحلية، وايضا نتمنى العودة لنادي بوشهر ان شاء الله وكل الاندية باذن الله. لا ان شاء الله احنا نادي بوشهر شغالين ان شاء الله على قدم وساق، ونتمنى ان شاء الله الدور الثاني نظهر بوجه مختلف ان شاء الله باذن الله. في البداية شيء جديد عن النادي والتعاقدات ولا بعد ما شيء؟ لا ليس للنشر. كابتن بعيدكم جزاكم الله خير، ونصايحكم والاخوان كابتن هلال والاخوان المحللين، يعني احنا نتابع ونستفيد منكم نتعلم منكم. كنا في اول موسم في دوري المحترفين، وان شاء الله بندارك الاخطاء في تعاقدات ان شاء الله قادمه. اعتقد سمعنا اخبار عن لاعبين محترفين واصلين. نعم من نعم بوشهر. نعم اخبار. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. في لاعب نيجيري او ما شابه كذي؟ نعم لاعب نيجيري وصل الحمد لله، وفي لاعب سوري، وان شاء الله في لاعب اخر قادم ايضا. فهي المراكز هذول اللاعبين اللي وصلوا؟ والله هو كله احنا تركيزنا على مصاب للهجوم، يعني ان شاء الله مشكلتنا في المهاجمين. نتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله الفريق يعود بشكل جيد في ما بعد التوقف. نسألك عن المعسكر الخاص بحراس مرمى أندية محافظة مسقط. نعم. الفكرة والتنظيم. هو كابتن الفكرة يعني مش جديدة، احنا عملنا معسكر سابق، معسكر مبدئي يعني، وهذا المعسكر يعتبر معسكر ثاني. الفكرة طبعا انطلقت من استفادة، من باب الاستفادة من فترة التوقف الحالية للدوري. نحاول ان نعمل تجمع لحراس المرمى، نطور فيهم بعض المهارات. احنا نستهدف حراس مرمى الانديه بشكل اساسي. نعم. مش انديه مسقط يعني بشكل خاص، لا. احنا الدعم مفتوح لجميع الانديه، لكن نحاول قدر الامكان ان نفيد ونستفيد من بعضنا البعض. الفكره طبعا قديمه مش جديده، بس ما كانت مشهره، لان كنا نشتغل يعني على حسب الامكانيات. اليوم استطعنا الحمد لله ان نجمع عدد كبير من حراس المرمى، والاخوان جزاهم الله خير مدربي حراس المرمى يعني متعاونين معانا وشادوا بالفكرة، وبالعكس يعني مرحبين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نتأمل في هذا المعسكر أن يكون في نجاحات أكبر من المعسكر السابق. المعسكر راح يستمر إلى نهاية فترة التوقف، يعني لين شهر يناير إن شاء الله. طبعا ما راح يكون بصفة يومية، بنبتدي يوم الأثنين، بنجلس مع الحراس وبنشوف إيش ظروفهم ومدى الإمكانية من الاستفادة من الوقت اللي هم في وقت الفراغ اللي هم فيه، سواء كانوا طلاب حراس مراحل سنية أو حراس مرمى أندية موجودين في السلطنة يعني متواجدين. حتى الآن كم عدد المشاركين اللي منتظر أنهم يكونوا موجودين؟ والله إلى الآن مش كثير، يمكن 12 حارس مرمى مبدئيا، لكن ترى تعرف كل وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا إن شاء الله يوم الأثنين راح نوقف على كل شيء إن شاء الله بالتفصيل، وأكيد بنوافيكم أول بأول كابتن. طيب يعني هل في تنسيق مع الاتحاد؟ وأمانة هذا المعسكر أنشطة الجمعية، جمعية مدربي حراس المرمى، والجمعية غير مشهرة، بالتالي ما في تنسيق. جمعية مدربي حراس المرمى طبعا غير مشهرة وغير يعني معروفة حتى. نعم نعم. يعني هي يعني قيد التأسيس. لا والله هي متأسسة كابتن، صار لها سنة كاملة يعني. أها. إيه بالنسبة لنا إحنا خلاص عملنا اختيار مجلس إدارة، وزعنا اختصاصات على أعضاء الجمعية، كتبنا عقد شراكة بين الأعضاء المؤسسين. يعني الحمد لله اشتغلنا، بس مثل ما قلت لك إحنا اشتغلنا بإمكانياتنا المحدودة فقط، إمكانياتنا الشخصية يعني. جميل. أعضاء مؤسسين. طيب في هذه الحالة كيف يتم الإعلان للأندية عن مثل هذه المعسكرات؟ هو للأسف ترى ما المشكلة يعني، جزاكم الله خير أنتم كابتن في هذه المداخلة، يمكن هذه إحدى وسائل التواصل. لكن إحنا ما قادرين نوصل لجميع الأندية. لهذا السبب، لو كان عندنا جمعية مشهرة ومعترف فيها كان الأمور رسمية، أكيد شيء طبيعي يعني. طيب تستمر حتى بعد فترة التوقف، وتستهدف فئة معينة من الحراس، فئة عمرية معينة ولا بشكل عام؟ لا كابتن، احنا ما نستهدف فئة معينة. معنا الكابتن خالد فارسي، مدرب مراحل سنية ممتاز جدا، وكان مدرب في منتخب البراعم، وراح يختص بهذا الجانب، راح نحدد الفئات العمرية. ومعنا بعض الشباب راح يشتغلوا على الحراس الكبار. مثل ما قلت لك كابتن، احنا ننتظر نشوف التجمع الاول. جميل. كم عدد الحراس وايش هي الفئات العمرية، وبالتالي بنشتغل على هذا التقسيم ان شاء الله. نعم نعم. محمد حب داخل لو سمحت لي دكتور، مساء الخير مره ثانيه. عليكم السلام. كيف حالك؟ حياك الله. الحمد لله. ايش اخبارك؟ كل عام وانت بخير. الحمد لله. الله يسلمك، حياك الله. بس يعني انا ما ادري الفكره انت من وين جبتوها على اساس انه تكون في جمعيه لمدربي الحراس؟ هل يعني معمول في مثل هذه الجمعيه في
دول ثانية؟ لأن أنا صراحة أول مرة أشوف إنه في جمعية مدربي الحراس، يعني هو عمل على العموم تشكروا عليه، ولكن يعني فما أدري الفكر من وين جاتكم، يعني كيف تقدروا إنكم تفرضوا جمعية تكون مسجلة مثل جمعية اللاعبين القدامى اللي جالسين يسألها بعض الأخوان، ولكن هذه مختصة يعني بالحراس يعني. نعم صحيح صحيح صحيح، جزاك الله خير كابتن هلال. هو فعلا احنا يعني مش مسألة فرض، بس احنا نحاول نعمل شيء صح، يعني بالنسبة لنا وجهة نظرنا شيء صحيح. احنا طبعا لسنا ببديل عن لجان الاتحاد العماني كرة القدم، احنا نعتبر نفسنا سنة داعم منفتح متعاون بيد مهنية رياضية وطنية عمانية ساعية يعني بشكل أساسي لحلحلة جميع الإشكاليات اللي نواجهها احنا كمدربين حراس مرمى، واللي تقف عائق في طريقنا يعني طريق عملنا، هو الهدف الأساسي يعني. جات الفكرة من باب شيء واحد كابتن هلال، احنا محتاجين ندافع عن حقوقنا كمدربين حراس، بس هذا الدفاع لازم يكون من خلال عمل منظم، مشروع قائم على أساس اختيار حر حر ديمقراطي يعني بحث للأفراد في تشكيل التكوين هذا اللي هو يعبر عنا احنا، يعني معناتها حقوقكم طبعا يقوم على اساس عمل سلمي ومبدا قبول للراي والراي الاخر. معناتكم دكتور باشياء يعني تعجيزيه كمدربي حراس تحس ان حقوقكم مهضومه مثلا؟ والله احنا ما نحس، احنا متاكدين كابتن. لا كمدربين او كحراس؟ كمدربين. كمدربين كمدربين. ليش كمدربين؟ لكن احنا كمدربين من وين اتينا كابتن هلال؟ احنا حراس من الانديه. من الانديه. نعم، فانا اقول لك هنا ياتي دور جمعيتنا احنا في التفاعل مع باقي الروابط في الدول المجاوره، مثل ما تفضلت كابتن هلال. انا يمكن الاسبوع الماضي كنت في مداخله مع قناه الوصال وذكرت انا اشيد بلجنه تطوير حراس المرمى الموجوده في دوله قطر اللي مسكنها الكابتن يونس احمد، يا اخي عامل شغل مش طبيعي يعني، وهي لجنه فقط، لجنه مسمى انا كجمعيه هي رابطه كابتن هلال، لكن تعرف احنا ما نقدر نقول رابطه، مسمى الرابطه كبير علينا كثير، واحنا يعني تونا نبتدي عددنا قليل، فارتئينا ان المسمى يكون جمعيه، وطبعا كنا نتمنى انها تكون تحت مظله الاتحاد او على الاقل يكون مشهره باعتراف من وزاره الشؤون الرياضيه ووزاره التنميه الاجتماعيه، لكن للاسف لا طلنا هذا ولا طلنا هذا. لا كلجنة ضلينا وقفنا يعني احنا كلجنة تحت مظلة الاتحاد العماني لكرة القدم، ممكن يعني الأمور تكون أسهل وتكون أكثر تنظيم يعني إذا كانت هناك، لأنه ممكن تستفيدوا من برامج كثيرة في الاتحاد الآسيوي من الاتحاد الآسيوي. احنا نتمنى بالعكس لما تكون تحت مظلة الاتحاد، هذا يعني تعتبر أمنية مثل ما تفضلت، راح تكون أمور رسمية وراح تكون منسقة بشكل أفضل. الحين كل العمل والجهد منصب على العلاقات الشخصية بيننا وبين الأخوان في الدول المجاورة فقط، فأنت ممكن فيها تنجح ممكن تفشل، بينما لما تكون يعني بالاتحاد المحلي مخاطبات رسمية تختلف، أكيد الوضع يختلف. تفاعل تفاعل إن شاء الله يتغير يعني كابتن. تفاعل تفاعل دكتور. نضال حاب أكيد كابتن، إحنا أهم شيء إن ما نتوقف عند حد معين، طالما إن حاسين إن محتاجين إن نعمل شيء وهذا الشيء صح، ومثل ما قلت لك قائم على أساس عمل سلمي وفي مبدأ قبول الرأي والرأي الآخر، اعتقد هذا ما يعني شيء طبيعي ما يضايق حد يعني، احنا قاعدين نشتغل في امكانياتنا وفي انديتنا وان شاء الله خير، ان شاء الله ربنا يسهل علينا ان شاء الله. كابتن نضال حابب يتداخل معك. يعطيك العافيه دكتور. نضال انا من الناس اللي احبهم كثير يعني. تسلم. مشكور مشكور دكتور. الله يعطيك العافيه دكتور. يعني الشيء بالشيء يذكر، في تجارب انا كنت مطلع عليها في بعض الدول عندهم شيء اسمه اكاديميه حراس المرمى، يشرف عليها مجموعة من مدربي حراس المرمى يعني أصحاب الخبرة وما إلى ذلك. هاي الأكاديمية بتأخذ فئة عمرية أقل من الفئة اللي بتروح للأندية، بتأسسهم بشكل سليم وبشكل خلينا نحكي علمي ورياضي بنفس الوقت، ومن ثم بتم بيعهم أو توزيعهم للأندية وكأنه يعني كأنه مشروع استثماري تطويري. أوكي. هاي يعني أنا كنت بطلع على أكثر من تجربة، وأعتقد أنه كان في مدرب حراس مرمى باسم تيم اللي عمل في قطر وعمل في الإمارات، عمل على تأسيس أيضا الأكاديميات في قطر وفي الإمارات وفي الأردن، وكان لها مردود أيضا بالإضافة للمردود الفني اللي يعني أحد الحراس اللي كانوا من خريجي الأكاديمية أعتقد أنه حارس مرمى المنتخب الأردني وبدلاءه الاثنين يعني عامر شفيع وعبد الستار، وأعتقد الحارس الثالث نور بن عطية، فهذول كلهم كانوا من إنشاء الأكاديمية حراس المرمى، وهاي كانت أيضا عمل استثماري بمقابل أنه عمل وطني وما إلى ذلك. هلأ شو مدى إمكانية أنه إحنا نطبق مثل هذا المشروع داخل السلطنة، أنه يكون عندنا عمل استثماري رياضي؟ بالنهاية الأندية بتتعاقد مع لاعبين وبتدفع فلوس، والأندية يعني أنت من شوي بتحكي عن بوشهر وأنه يقدم على تعاقدات وما إلى ذلك، لما إحنا نعمل أكاديميات تأسس اللاعبين، والأكاديميات هاي تعطي الأندية والأندية راح تشوف اللاعب يعني هو مجرب أمامها،
وبالنهايه بتعالج مشكله انه مشكله مستقبليه اللي هي المردود المالي، مين بده يدعم انشطه الجمعيه، مين بده يتحمل التكاليف الباهظه اللي راح تنفقها الجمعيه. ما مدى امكانيه تحقيق مثل هذا المشروع؟ هو اذا توجه لي السؤال كابتن نضال، انا كمدرب حراس مرمى يعني. ايوه بالضبط. نعم، انا كمدرب حراس مرمى اقول لك وانا بكل ثقه واريحيه، احنا كقدرات بشريه قادرين ان ندير ونأسس ونتبنى هذا المشروع. لكن هي تبقى مثل ما تفضلت، احنا يعني كمدربين حراس مرمى موجودين في الانديه، احنا ما لنا سلطه تنفيذيه، احنا لا قادرين نشرع ولا قادرين ننفذ، يعني حتى بالنسبه لنا التنفيذ في حدود معينه، يعني ما قادرين نتحرك بشكل واسع. كجمعيه ممكن انها مثلا تاسس تعلن عن انشاء اكاديميه حراس المرمى في سلطنه عمان. ترى انا ايضا لا تنسى كابتن نضال انها تنصدم بالواقع، انا اسست اكاديميه وسميتها اكاديميه ليغاسي في نادي بوشهر، تبناها الشيخ سيف جزاه الله خير بشركاته، لكن ايضا انصدمنا بالواقع، ما قدرنا نكمل يعني. ما قدرنا نكمل المجهود، ما يعني أكاديمية شاملة ولا فقط لحراس المرمى؟ محتاجة جهد، محتاجة إمكانيات مادية. أكاديمية شاملة لكافة الفئات، يعني لكافة اللاعبين ولا فقط لحراس المرمى اللي لحراس المرمى كابتن، أنا أتكلم لحراس المرمى. أنت اللي تفضلت فيها الفكرة هذه موجودة أيضا، أنا طلعت عليها في ماليزيا، لكن يختلف مثل ما قلت لك، هناك في دعم لا محدود لهذه الأمور، لأنهم هم أصلا يأسسوا الحين قاعدة. ايوه انت قلت انهم يسوقوا الحراس المرمى، انا اقول لك كابتن احنا مشكلتنا هنا ان ما قادرين نسوق انفسنا، احنا كمدربي حراس المرمى. ايوه، فانا ليش اصلا الهدف ما يكون هدفين، اسوق حراسي واسوق مدربيني يا اخي. اليوم مدربي حراس المرمى معظمهم الكابتن هلال اعتقد عارف ويسمعني الحين، انا ذكرت الاسبوع الماضي عوض سبيت ما زال بدون نادي، من هو عوض سبيت؟ كلنا نعرف من هو عوض سبيت. هل امكانيه عوض سبيت والقدرات اللي يمتلكها كحارس مرمى منتخب سابق وكمدرب سابق ايضا في المنتخبات وفي نادي العروبة ونادي الطليعه، يعني هل من الصحيح انه يظل في البيت في هذه الفتره؟ احنا محتاجين عوض سبيت، احنا محتاجين قدرات عوض سبيت. طيب عندنا مشكله كبيره جدا، يعني من غير الحراس عندنا مشكله في مدربي الحراس، احنا محتاجين هذه التسويق. الفرق بيننا وبينهم الجماعه اللي ذكرتهم كابتن نضال الماركتينج، الجماعه شغالين على الماركتينج بشكل يعني مش طبيعي وممتاز جدا، عارفين هم بعد كم سنه راح يبيعوا حارس المرمى هذا بكم وراح يفيد من وممكن يوصلوا المنتخبات، عارفين ان النضال هذا ممكن يوصلهم الى كذا كذا، يعني في اهداف مرسومه محدده بالضبط. حتى عمليه انتقال الحراس من نادي لنادي بيرجع لهم نسبه من الايراد. نعم يعني مثلا نعم يستفيدوا منها فعلا. يعني مثلا انتقال علي الحبسي، نفترض انه علي الحبسي كان من اكاديمية حراس مرمى في سلطنة عمان، اذا انتقل للدوري الانجليزي لاي نادي بده يرجع برضه مردود للاكاديمية. نعم. حتى نعم. لو انه انتقل من السويق او من السيب او صح. يعني ف طول ما اللاعب بيلعب كرة قدم راح يرجع مردوده المالي للاكاديمية لهم نسبة بالضبط. معينة بالضبط. لكن انا ايضا بثني على كلامك، مثل ما قلت الشيء بالشيء يذكر، احنا عندنا اكاديميات من 2009 صح؟ نعم. وينها؟ شكليا وين هالاكاديميات؟ بس نسمع عنها ذاك اليوم يوم تفتح، بعدين عاد ونفتح الموضوع على شكل واسع الاسبوع الماضي من خلال تغريده الاخ رضوان بخصوص الاكاديميات وبخصوص مدرب حراس منتخب الشباب الكابتن الشاذلي، هو كان احد الناس اللي تعاقد معهم الاتحاد ايام احمد بلوشي لما كان مدير دائره التطوير الفني عشان الاكاديميات. وين هالاكاديميات؟ ايش مردودها الاكاديميات؟ الدكتور التغت وهي ما كانت مجديه صراحه لانه ما كان عمل منظم، انما كمدرسه يعني بالنسبه للناشئين يعني ككل لكل اللاعبين مستمره. افتكر اللي كان فيه السيسي ووائل السيسي واللي كان فيه الكابتن قسام. نعم. قسام افتكر صحيح. نعم صحيح. ولكن الاكاديميات هذيك صراحه كانت فيها مغالطه جدا كبيره من وجهه نظري. نعم. وحتى المردود ما كان فيه مردود كثر ما هي كانت فيها خسائر وكثر ما صح كانت هي صح. هذه الاشكاليه. بس انا بغيت اسالك سؤال، يجب انكم انتم نفس الشيء دكتور وتعذرني على الكلمة، يجب أنكم تكونوا صريحين أكثر ويجب أنكم تكونوا عندكم نفس جدا كبير، لأن تشوف جمعية من الصعب، جمعية مدربي حراس من الصعب إنشاء جمعية، تعرف الجمعية يعني الأمور القانونية اللي تأخذها الجمعية كإنشاء جمعية، ولكن لما تكون لجنة تحت مظلة الاتحاد هناك يجب أن تكون في عمل أسهل لكم والتنسيق أكبر لأنكم مختصين بحراس المرمى. الآن اللي موجود في الاتحاد هناك في سدواجية، في مدرب حراس أكثر من منتخب ماسك، وهذه إشكالية. صحيح. نعم. صحيح. لكن كابتن هلال يعني عذرا الله خليك، أنا خبير قانون تراني أيضا.
نعم يعني 2-1 عارف هذا الموضوع. نعم لا لا انا انا مساله قانونيا احنا ما عندنا مشكله قانونيا، بالعكس كابتن هلال احنا النصاب مكتمل، الاعضاء المؤسسين وعملنا كل شيء يعني مثل ما تفضلت قبل في البداية. هي ما بمشكله نعم أيوة، لكن انا معك، انا معك في كلام كابتن هلال، احنا لو كنا تحت مظله الاتحاد كانت الامور مختلفه تماما، مختلفه بالضبط. جذريا مش تماما بعد بالضبط بالضبط صحيح. حتى في افكارك في رؤيتك في اهدافك الاستراتيجيه راح يكون عندك اختلاف كبير جدا. نعم. لكن اليوم مثل ما قلت لك احنا قاعدين نشتغل على قدرات يعني امكانيات محدوده يمكن كلمه محدوده قليله عليها. بس ايش الفكره الاساسيه؟ الفكره الاساسيه كابتن هلال احنا ما نريد نوقف ونتفرج. صحيح. اليوم كلنا النادي ونصارخ بديل على الحبسي بديل على الحبسي بديل على الحبسي. طيب احنا ايش دورنا؟ احنا كنا مدربين عمانيين الحين في البلد وعايشين في هذا البلد وماكلين من خيرات البلد. نظل نتفرج يعني من جهه اختصاص قصدي كتدريب حراس مرمى. نظل نتفرج ونبكي على ان ما موجود بديل على الحبسي. لازم نعمل حاجه، لازم نتحرك ولو في حدود امكانياتنا المحدوده. الجمعيه ما تشهر ما عليها كابتن هلال، احنا ما تهمنا الجمعيه كشكل وك يعني هيكل تنظيمي والى اخره، قدر ما يهمنا العمل الفعلي، هل في شغل ولا لا، وجالسين نسعى قدر الامكان ان يكون في شغل. طيب يعني المعسكر هذا اللي عندكم اللي حاب يعني ينضم له، يعني كيف ممكن انه ينضم للمعسكر وهل في رسوم؟ كابتن حسين من خلال منبر اذاعتكم الكريمه انا وجه الدعوه لجميع مدربين حراس المرمى ولكل حراس المرمى بدون استثناء يتفضلوا، لا بندفع رسوم ولا بنكلف عليهم شيء، اللهم يوصلوا الى الملعب المقرر للتدريب ويتفضلوا ويعرفوا هناك الجدول والبرامج اللي راح تكون. جميل. لان ايضا هناك في جزئيه لازم اوضحها كابتن حسين. احنا مش شغالين على اهل سداب وبوشر فقط، لا. اليوم لو كلمني العروبه انا بروح لصور ما عندي مشكله انا والفريق المالي، لو كلمني رضوان عيد في صلاله بروح لصلاله. احنا جالسين نشتغل على هذا الضوء لسبب واحد مثل ما قلت لك، احنا نعاني وجالسين نعاني ولازم نحل هاي الاشكاليه. نعم. طالما ان انا اليوم شايف في نفسي قدره اني ممكن اهل وادرب واطور وكذا، طيب ليش ما اعمل؟ ليش انتظر ان مثلا الاتحاد يجي يستدعيني ويقول لي والله تعال اعمل كذا كذا كذا؟ ما شرط، احنا كلنا نكمل بعض، احنا في منظومه واحده. اكيد اكيد. اشتغل باللي انا اشوفه صح والاتحاد يشتغل باللي يشوفه صح، وفي النهايه هدفنا واحد، لما نطلع حراس مرمى عمانيين موجودين من خلال هذا البلد المعطاء. علي الحبسي ما طلع من فراغ، فايزر شيدي ما طلع من فراغ، كلهم هذول حراس عمانيين وطلعوا من بلدنا من عمان. خامتنا موجوده كابتن، ويا ليت يعني لو عندنا الامكانيات نفسها اللي عند الناس في الدول الثانيه احنا كنا صنعنا العجب. الخامه كخامه حراس مرمى معنا متوفره. نعم. لكن محتاجين الصقل، محتاجين مهارة، محتاجين اهتمام. أكيد. احنا نحاول بدورنا هنا نقدم هذا الشيء ولو جزء بسيط، ويذكر انه في يوم من الايام والله مدربي حراس المرمى العمانيين عملوا لنا حاجه كذا 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 كذا، وانا متاكد وواثق من كلامي والله العظيم في حراس، والله في حراس يا كابتن. نعم. يعني انا لحد الحين الاسماء اللي بتجينا في التمرين يوم الاثنين في المعسكر اراهنك باثنين ثلاثه ممكن يوصلوا منتخب. جميل. منتخبات مراحل سنيه. جميل. احنا نتمنى لكم التوفيق دكتور وجهود مشكورة، ويعني نتمنى لها كل التوفيق بإذن الله، ونحن مساندين لكم يعني أكيد أي جهد للمصلحة العامة هو جهد من أجل الوطن، فكل التوفيق لكم بإذن الله. جزاك الله خير كابتن حسين، وشيء ما غريب عليكم خصوصا برنامج البطاقة البيضاء، يعني خليك واجبنا برنامج اللي دائما قلبي أنا شخصيا ينفتح له بأمانة. جزاك الله خير لك واقفين معانا تشريف. وإحنا ما لنا غنى عنكم. تشريف. كلنا مكملين لبعض يا كلنا مكملين لبعض. جزاكم الله خير. الله شكرا لك. عموما مثل ما تفضلت كابتن حسين قبل شوي وسألتني، أنا أكرر بس أوجه الدعوة لجميع الأخوة مدربين حراس المرمى، اللي يريد يتواصل معنا أرقامنا معروفة. نعم. حراس المرمى اللي يريد يستفيد يتفضل، إن شاء الله راح نحاول قدر الإمكان نبذل كل ما نستطيع إن شاء الله بدون رسوم. المعسكر مجاني. أيضا في خبر جدا مفرح، المعسكر الثالث راح يكون في محافظة ظفار. الكابتن رضوان عيد جزاه الله خير تبنى أنه يجيب شركة راعية للمعسكر. ممتاز. وراح يكون في فترة الخريف بإذن الله. ممتاز جدا في الأجواء الحلوة، وإن شاء الله يكون معسكر ناجح، إن شاء الله يكون أيضا نجني ثمار مثل هذه الجهود الطيبة. يعني نتمنى لكم كل التوفيق على هذه الجهود. الله. صراحة اللي نسميها جهود يمكن شخصية، لكن نتمنى إن شاء الله أنها تجد المساندة والدعم بإذن الله. إن شاء الله بمعيتكم وتوجيهاتكم من محللين من أخوان مساندين لنا أكيد إحنا إن شاء الله في الطريق الصحيح. مشكور دكتور سلطان. أحسن. تسلم تسلم. الله يخليك. شكرا جزيلا لك. إذن معسكر حراس المرمى مع الدكتور سلطان البلوشي وزملائه طبعا رضوان عيد وخالد الفارسي في ملعب نادي أهل سداب بيوم الاثنين البداية إن شاء الله، ونتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله أن تجد هذه الجهود أن نحصد ثمارها بإذن الله في الفترة القريبة القادمة بإذن الله. بنتحول بعد شوية للزميل أو بعد فترة أذان المغرب إن شاء الله بنتحول
او احنا ممكن نتحول لبدر المعشري او عفوا يونس المعشري؟ ما في مجال. طيب طيب على كل حال نحن اكيد بنتحول مع يونس المعشري ان شاء الله بعد فتره اذان المغرب. انت طبعا انشغلت بخصوص معسكر صلاله، بلشت تجهز امورك على اساس فتره الخريف يعني. فتره الخريف مضبي وبالمره يكون حارس يعني شيء جيد فرصه، فعشان هيك مجرد ما حكى معسكر صلاله حسيت انك بطلت تركز بالموضوع. عموما البنيه الجسمانيه تساعد على حراسه. اكيد 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 ما شاء الله. بس في الهوكي عموما نحن نتمنى لهم التوفيق اكيد، وأكيد بعد فترة أذان المغرب راح نتوقف مع نتحول للزميل يونس المعشر إن شاء الله المتواجد في الدوحة مع منتخباتنا الوطنية للشباب والناشئين المشاركة في البطولتين العربية والآسيوية للشباب والناشئين، وأخبار حلوة من هناك قادمة. بعض الميداليات اللي حصدها ربعونا ستكون إن شاء الله بعد فترة أذان المغرب. كما نذكر أيضا برقم التواصل مع بطاقة بيضاء بآرائكم على الرسائل النصية القصيرة على 90 456. وأكيد يعني إن شاء الله في الساعة القادمة أيضا إن شاء الله بنتحول للحديث عن منتخبنا الوطني والتواجد في أستراليا، وطبعا أخفقنا في التواصل مع البعثة لسبب الوقت المتأخر، واليوم طبعا الفريق لاعب مباراة، فإن شاء الله في الأيام القادمة سيكون لنا تواصل سواء عبر إذاعة الشباب أو عبر القناة الرياضية مع بعثة السلطنة في أستراليا. عموما سنتحدث عن كل التفاصيل الخاصة بالمنتخب من تمام السابعة إن شاء الله أو السادسة عفوا، وعن الإعداد لبطولة كأس أمم آسيا بعد فترة أذان المغرب. نعود لكم في بطاقة بيضاء. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. سعادتنا ابتدت تحكي مواقفنا وتطيب ضروة حياة كم صفحات كف التسامح من حبيب. قصة سعادتنا ابتدت تحكي مواقفنا وتطيب ضروة حياة كم صفحات كف التسامح من حبيب. اللي رقات روحه وسمات بالخير وسعيه ما يخيب، يعلن تواضعه ويبت العذر ولحبابه يجيب. سامحتني بعد الخطا والعفو منك ما هو عيب، وسقتني قبل الضما يا صاحبي ود وطيب. ليش افترق عن حضرتك؟ ليش انتهي بموقف صعيب؟ وانا اللي امضي بخطوتك نعبر سوا لشط المغيب. قصة سعادتنا ابتدت تحكي مواقفنا وتطيب ضروة حياة كم صفحات كف التسامح من حبيب. قصة سعادتنا سلطنة عمان. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات المباركة وحسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط يؤذن لصلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. نؤذن لصلاة المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط على باقي محافظات السلطنة مرعاة فروق التوقيت. روحي بدني لك يا وطني روحي بدني مكتوب بجبيني أشواقي وحنيني مكتوب بجبيني أشواقي وحنيني لك يا وطني لك يا وطني لك يا وطني وطني في وجداني كدمي في شرياني معه أصنع حلمي بهنايا وأحزان وطني في وجداني كدمي في شرياني معه أصنع حلمي بهنايا وأحزاني وله أقسم أني سأحرك جنحاني وأطور من نفسي لأطوره طاره وله أقسم أني سأحرك جنحاني وأطور من نفسي لأطور أوطاني أرقى علما أنا أرقى أدبا والوعي خطاي من أجل بلادي سأنمي فكري فكري ورواي طول العمر كفاحي أهدي كل نجاحي وطني يا إشراقي والنور بأعماقي وطني يا إشراقي والنور بأعماقي بمعاملتي طيبا اسمك ضوء باقي اسمك ضوء باقي سأمثل أوطاني بمكارم أخلاقي والأخلاق دليل للمجتمع الراقي سأمثل أوطاني بمكارم أخلاقي
والأخلاق دليل للمجتمع الراقي. فإذا مثلتك في شيء أصبحت مثال، أصبحت مثال. سأبيض وجهك يا وطني قولا وفعال، قولا وفعال. تعالوا فيك صروح يا وطني، أنت الأصل وروحي يا وطني. تعلو فيك صروحي يا وطني، أنت الأصل وروحي يا وطني. لك يا وطني، لك يا وطني، يا وطني. في عمان وطني أهلي داري، في عمان وسخايا وإيثاري، ويدي في يديهم بوفايا وإصراري، ويدي في أيديهم بوفايا وإصراري. في عمان، في عمان هذا سأعاونه، في عمان وأقدم أفكاري، في عمان هذاك سأدعمه، في عمان سأترك آثاري. في عمان، في عمان الكل مع الكل، ونبني للحب سما، والوحدة للخير أجل صفات الشرفاء. الكل مع الكل، ونبني بالحب سما، والوحدة للخير أجل صفات الشرفاء. من معناك صفاتي فاقبل نذر حياتي، لك روحي لك بدني يا يا وطني، يا وطني. بطاقة بيضاء، جولة أسبوعية في الملاعب المحلية، دوري عمان تل المحترفين وأغلى الكؤوس تعزف لحن الإثارة، ومتابعة مستمرة لمشاركات أنديتنا خليجيا وآسيويا. بطاقة بيضاء، نافذة أسبوعية على الملاعب المحلية. بطاقة بيضاء، تابعونا كل سبت. بطاقة بيضاء، بطاقة بيضاء، متابعة لدورينا من مختلف الملاعب. النتائج أولا بأول مع التحليل الفني، تفاصيل الدوري أسبوعيا في بطاقة بيضاء، بطاقة بيضاء. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج بطاقة بيضاء، ونرحب بكم وبآرائكم ومشاركاتكم معنا على رقم الرسائل النصية القصيرة في برنامج بطاقة بيضاء على 90456. اتصلنا بعض الرسائل على ما يبدو المرسلة للزملاء في إذاعة سلطنة عمان للبرنامج العام. نأمل إن شاء الله أن يعني يعني يعلمون الأرقام الخاصة بالتواصل مع الإذاعة سلطنة عمان البرنامج العام. نحن في إذاعة الشباب على 90456. نتحول الآن إلى الزميل يونس المعشري المتواجد في الدوحة، ومشاركة السلطنة في البطولتين العربية والآسيوية للشباب والناشئين في البطولتين العربيتين، طبعا لألعاب العربية والآسيوية عفوا لألعاب القوى. يونس مساء الخير. مساء النور أخوي حسين، ونمسى على كل المستمعين، ونتمنى أيضا يكون يوم جميل لكم بإذن الله. حياك الله، معي هلال المخيني ومعي نضال عارف،
والله هذا شيء جميل. نور ابو حمد يعني وعود حميد ان شاء الله تعالى دائما كذاك يا ابو حمد. وايضا سلام للاخ نضال. كيف الجو معك؟ والله الاجواء جميله ما ينقص غير ابو حمد بس بعد يعني نحن عادي ما ننقصها يعني. لا 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 ابو حمد تعرف انت هذه جو خاص. مفتقدينك يا ابو شهاد مفتقدينك الحبيب. اتمنى لك التوفيق. يعطيكم العافيه اخوي ابو حمد والسلام على كل الاخوان. يا هلا فيك. واكيد نشوف اليوم اخبار حلوه من الدوحه توصل عن منتخباتنا المشاركه في البطولتين العربيه والاسيويه في الناشئين والشباب. نعم بالفعل يمكن حسين خاصه حصولنا على اول كانت 5 ميداليات هي تعتبر لان بالنسبه طبعا للبطوله الاسيويه والعربيه لرفع الاثقال المقامه حاليا أنا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة السلطنة بعدد 4 لاعبين. وكانت يمكن حتى الحكاية الميداليات الأولى وهي الميداليات 5 التي حصل عليهم اللاعب أحمد الحبسي. طبعا هو اللاعب سنة 14 سنة وشارك في فئة الناشئين في فئة الشباب وأيضا يعني في فئة الشباب أيضا حق أيضا تحسب لفئة الناشئين باعتبار أيضا هو العمر اللاعب. وحصل طبعا على الميدالية الذهبية وفضية وأيضا في المجموع العام. نعم. نفس الشيء من خلال طبعا وزن 50 كيلو جرام في المسابقة التي جرت يوم الخميس. طبعا تم حساب أيضا له 3 ميداليتين أخرى البرونزية من خلال أيضا في فئة الناشئين لنفس الوزن. وطبعا بالأمس كانت أيضا هناك في مسابقة بمشاركة اللاعب مرشد محمد مرشد في 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 وزن 69 كيلو جرام وكان ايضا قريب من الحصول على الميداليه الفضيه على المستوى الاسيوي ولو كان استطاع ان يرفع وزن 129 كيلو في في مسابقه النتر كانت. ولكن طبعا حظ لم يحالف اللاعب في 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 ذلك الوزن طبعا وسجل وزن هو 119 كيلو ايضا في مسابقه الخطف حصل على 9 كان رفع 99 كيلو هو رقم شخصي جديد بالنسبه له. كان في السابق رفع الوزن السابق بالنسبه لي هو 94 كيلو جرام. اعتقد ان حتى مشاركه كل اللاعبين يعتبر هو انجاز ايضا للسلطنه باعتبار ان يعني بغض النظر عن المنتخبات الاخرى المشاركه اللي كانت جاءت واستعدت لهذه المشاركه انما بالنسبه تحديدا للاعب احمد واللاعب ايضا مرشد هو وصولهم مباشره خروجهم من قاعه الامتحان. لا. يوم الخميس الى المطار من ثم وصولهم مباشره الى الدوحه من المطار كان مباشره الى قياس الوزن. تمت الراحة للاعب أحمد الحبسي لمدة تقريبا نصف ساعة ودخوله للمسابقة بشكل مباشر. نعم. ورغم ذلك حصل على كان ذهبية وفضية وبرونزية. نعم. على المستوى الشباب وبرونزيتين الاثنين على مستوى الناشئين. كيف المشاركة العربية والآسيوية في البطولة يعني كم عدد الدول المشاركة؟ طبعا عدد الدول المشاركه اكثر من 40 دوله مشاركه في في البطوله على المستويين العربي والاسيوي ولا تزال الصين هي طبعا المتصدر على المستوى الاسيوي وبالنسبه للمستوى العربي هي العراق المتصدره ومن ثم تليها في المنافسه مباشره مصر ثم الجزائر. فتقريبا هذه 3 دول العربيه هي الاكثر منافسه وقوه للمنافسه على الميداليات. طبعا على مستوى الجنسين ذكورا واناثا ايضا فينا مشاركه لفئه الاناث ايضا في في هذه البطوله. نعم. طيب الاستحقاقات القادمه لرباعينا ان شاء الله. طبعا هو في في المرحله الحاليه راح يكون في هناك اجتماع ايضا وادراج البطولات القادمه يوم بعد غدا ان شاء الله تعالى وراح ايضا يشمل في هذا الاجتماع ايضا هناك ايضا الانتخابات على مستوى الاتحاد الاسيوي ايضا لبعض المناصب. والاستحقاقات القادمه طبعا راح يتم ايضا الاعلان عنها على مستوى جدوله البطولات القادمه وايضا هي ايضا تحديد موعد ايضا بطوله الخليج نفس الشيء. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. نضال حاب تتداخل معاه. نضال معك يونس. يعطيك العافيه يونس. الله يعافيك يا اخوي نضال. وجهك يعني خير ما شاء الله على الشباب. ها لا الحمد لله يعني هو ايضا كان متوقع اخوي نضال يعني خاصه ان مشاركتهم في هذا البطوله كانت يعني جاءت متاخره باعتبار كان هو الاسباب ان هي نهايه السنه الماليه وكان في هناك اعتذار بعد المشاركه ولكن جاءت في اللحظه الاخيره بان يتم مشاركه في هذا البطوله. ورغم ذلك عن حصول السلطنه
على اجمالي 8 ميداليات من خلال مشاركه لاعبين اللي هم الابرز طبعا على مستوى الناشئين والشباب. وهناك ايضا يعني لم يوفق اللاعب مهنا العبدلي وايضا محمود البطاشي ايضا مهلنا نظرا لقوه المنافسه والمشاركه في هذا البطوله. طيب سؤال اخ يونس، من خلال يعني متابعتك للمشاركه، واحنا بنعرف انها جت في وقت متاخر، وبنفس الوقت بنعرف انه رفع الاثقال من فتره تقريبا مع الجهاز الفني الجديد بتحقق انجازات وارقام جديده على كل المستويات. هل تعتقد انه اذا مسكنا الناشئين والشباب اللي حاليا شاركوا في بطوله الدوحه وعدنا لهم برنامج او تم اعداد برنامج تاهيلي وتدريبي مكثف، هل بالامكان صناعه بطل اولمبي من خلال الارقام اللي حققوها؟ خاصه انه احنا يعني هي ملاحظه عامه انه اللاعب في الالعاب الاولمبيه خاصه بالالعاب الفرديه ممكن يحقق لي ميداليتين ذهبيات او فضيه وذهبيه في نفس المسابقه، ولكن تختلف الطريقه، النثر والخطف. يعني بامكان الرباع ان ياتي بميداليتين ان تم تجهيزه بشكل مناسب، بينما فريق كره القدم كامل في الالعاب الاولمبيه يعود لك بميداليه واحده. صحيح بالفعل، يعني من خلال ربما يمكن انا قربي من الجهاز الفني وايضا التواجدي دائما برفقتهم في بعض الاحيان، حتى هناك من خلال الوزاره في السلطنه تحديدا اللاعب احمد الحبسي واللاعب مرشد محمد مرشد، هؤلاء اللاعبين بالامكان اذا تم اعدادهم الاعداد الجيد وهناك ايضا الدخول في معسكرات ومشاركه في بطولات دوليه ووديه بالامكان اعداد لاعبين على المستوى الاولمبي بالتحديد هذين اللاعبين. يعني هي خامة من خلال طبعا الجهاز الفني بقيادة المدرب العراقي مازن رشيد فعلا يؤكد على أن اللاعبين مشروع لاعب أولمبي في المستقبل، وهذا طبعا هو يحتاج إلى 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 أيضا موازنة، خاصة أن نحن نعلم أن اللجنة العمانية لرفع الأثقال والقوة البدنية هي تشمل لعبتين، والموازنة السنوية لها هو 100,000 100,000، يعني النصف الموازن تقريبا هي ما بين الرواتب والأجور لبعض اللاعبين، ما تبقى هي فقط اللي من أجل المشاركات والإعداد في المعسكرات. يعني إذا جينا نحن نقارن بعض الدول المشاركة حاليا في هذه البطولة، هناك دول تقريبا لا يقل عن 4 أشهر كان هي مرحلة إعداد، وفي دول وصلت إلى 6 أشهر كان هي مرحلة الإعداد، وفي دول استعدت ولم تشارك. بس يونس انا اعتقد، عفوا بس بالمداخله، اعتقد انه التجهيز للبطل الاولمبي انه الاتحاد بنسب للجنه الاولمبيه واللجنه بتتحمل التكاليف كامله بعيدا عن ميزانيه الاتحاد، يعني يفترض انه يكون ميزانيه مخصصه للاعبين اللي انت ذكرتهم. نعم ميزانيه مخصصه تدخل فيها اللجنه الاولمبيه في المقام الاول ودعم ومساند من وزاره الشؤون الرياضيه من اجل الاعداد هذا اللاعبين، في هناك خطه وايضا ملف تم قدم من اجل هذين اللاعبين، ولكن الى الان يعني لم يبت في كيفيه اعدادهم، وهل هناك النيه اساسا للاعداد في البطوله الاولمبيه. طبعا نحن نتكلم عندما تعد لاعب، لا يعد لاعب كما قالت العاده، ونحن ايضا هذا يمكن ما هو الان يحدث لدينا، عندما ناتي من اجل المشاركات تحديدا في البطولات الاولمبيه قد يكون قبل اشهر معدوده، فاذا انت عندما تبدا الان والجهاز الفني عد لك ملف مده الى حد 2020 تقريبا البطوله الاولمبيه القادمه، اذا انت بامكانك يعني تبدا العمل من الان وتخصص موازنه، وايضا ما هو البرنامج، هل هو استشعار ان البرنامج هذا الامثل، خاصه ان انت الكثير من الرياضيين في 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 مثل هذه اللعبات يتم اعدادهم خارجيا من خلال يمكن على مدار العام. نعم صحيح بالضبط. احنا نتمنى اعتقد ايضا كابتن مازن رشيد يعني من خلال متابعتي البسيطه في الفتره الماضيه كان قائم بجهد كبير بصراحه مع الرباع. حقيقه يعني المدرب يعني فعلا كلمه شكر توجه لهذا المدرب، يعني هناك حتى من خلال ما ذكر قال توجد لديكم في السلطنه خامه جيده جدا من اللاعبين يمكن ان يحققوا كثير من الانجازات في هذه اللعبه. هي فقط هي مسألة الآن يعني هو الاعتماد، يمكن ربما كانت اللعبة محصورة على يعني موقع معين، أصبح الآن في هناك البحث عن عناصر جديدة حتى اللاعبين. نعم. يعني اللي حققوا الميداليات الآن عمرهم 14 سنة. جميل جدا، نتمنى لكم التوفيق
في هذه المشاركة إن شاء الله. يمكن حتى عدد المشاركين ضئيل، لكن نأمل إن شاء الله أن يكون الإنجاز كبير بإذن الله. إن شاء الله تعالى إن شاء الله. هو طبعا بالنسبة للرباعين أهم، طبعا نحن مشاركين بالسلطة، مشاركة بأربعة رباعين، الاثنين منهم اللي محققوا الميداليات عادوا اليوم مباشرة إلى السلطنة بعد ما عنهم مشاركتهم، وطبعا لالتحاقهم أيضا باختبارات الدراسية التي تستأنف يوم الاثنين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك زميلي يونس المعشري. يونس ما إن شاء الله عليه شامل شامل لا كل لا بس محمد ما عنده شيء، يمكن في رفع الأثقال أو شيء يعني. لا 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 خلي رفع الأثقال لك وكل الأمور لك وانت ما شاء الله هو يشارك ترى بعد يونس يشارك. لا هو شكرا لك يونس. أنا خلاص يعني ممكن بس أدخل في فئة الناشئين لأن الشباب شوي كبار علينا. حياكم الشيخ. طيب نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ويعني تغطيتك المميزة أيضا للصحافة لصحيفة الوطن تحديدا، وكل التوفيق للمنتخب، وتحياتنا لبعثة السلطنة هناك في الدوحة. شكرا لك يونس. شكرا جزيلا. شكرا. الله يخليك. نحن متواصلين معكم مستمعينا الكرام، يعني بعض الرسائل على 90456 حول بعض المواضيع اللي ذكرناها. مساء الخير، الله يعين لعبة الهوكي من مجلس إدارة الاتحاد، نادر عبد الرحمن. شكرا لك نادر. طبعا احنا ذكرنا بس فقط كان الإشكالية في مسألة اختيار الوقت المناسب لتنظيم مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة حفظه الله للهوكي، نأمل أن تكون بشكل أفضل إن شاء الله، وأن تعطى الأندية المجال أيضا للإعداد بشكل أكبر بشكل جيد لهذه البطولة، حتى أيضا مستوى المشاركة أعتقد 7 أندية يعني مش بالمستوى اللي، أو 8 أندية تقريبا مش بالمستوى اللي نحن نتمنى إن شاء الله نطمح في مشاركة أكبر وأوسع، وتكون هذه المسابقة تأخذ نصيبها من الاهتمام بإذن الله. نحن متواصلين معكم، بنتحول أكيد للحديث عن منتخبنا الوطني وبطولة كأس أمم آسيا. اليوم المنتخب لعب طبعا مباراة ودية خسرها أمام المنتخب الصيني 1-4، كذلك كان قد تعادل في مطلع أو نهاية العام الماضي، نهاية ديسمبر الماضي، مع المنتخب القطري بهدفين لمثلهما. أبو حمد، طبعا تجارب نحن ما شفناها، كل المنتخبات الآسيوية يعني حتى في إشكاليات صارت في مسألة تصوير المباريات، ويعني شكله في تحفظ كبير حتى على مسألة تصوير المباريات. على كل حال كيف شفت الإعداد حتى الآن؟ اليوم نحن كنا في آخر بروفة قبل البطولة الآسيوية. والله تشوف يعني هو شيء تقدر تقول كنتيجة، نتيجة المنتخب مع المنتخب الصيني، يعني ما حد كان متوقع انه تنتهي بأربعة، ولكن شيء جيد انا اشوفه انه جات عليك هذه في مباراة ودية قبل لا تكون في المنافسة، يعني لانه بعض المرات هذه المباريات تعطيك مؤشر. هو من الغلط انه انت تلعب اصلا مباراة، ولكن يمكن الظروف ما ساعدت، انه مباراة تلعبها مع منتخب ممكن رتمه او 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 أو تصنيفه أعلى منك، لأنه معروف المباراة الأخيرة قبل أي بطولة هي المكسب المهم فيها يكون العامل النفسي، ولا يعني ولا اطمئنان على انسجام الفريق على أساس يكون الفريق في مرحلة بدنية ونفسية جدا عالية قبل خوض النهائيات. ولكن الآن لما تفاجأنا إنه في 4 أهداف قبل البطولة، الآن أنت ممكن تفقد حاجتين في هذا الشيء أنا في وجهة نظري، ولكن يجب أن تكون في معالجة سريعة خاصة في الجوانب النفسية بالنسبة للفريق، لأن 4 تعمل لك ربكة، هذه أول حاجة. ثاني حاجة أكيد هناك في أخطاء تعمل لك ربكة، فأنت يجب أنك تشتغل على هذه الحاجتين خلال المرحلة القادمة قبل خوض النهائيات. هذا جانب. الجانب الثاني كثير من الإصابات صراحة بالمنتخب، وإصابات يعني ما تعرف كيف هذه الإصابات تجي، هل هو ضعف في الجهاز الطبي، هل هو هناك في ضعف، لأنه الإصابة ما ممكن أنك تجي. محمد المسلمي، سعد سهيل، جابر العويسي راح يعملوا لهم هذا، سووا لهم جابر العويسي، مهند الزعابي، مهند طبعا رجع خلاص يعني مكان سليمان، إصابات تشوف هو وعندك أيضا سعد سهيل وجابر العويسي وقاسم سعيد،
نعم هو تشوف مشكلة هذا. احنا نعرف انه في ضغط هذا الموسم، ولكن افتكر انه الفترة كانت كافية للمنتخب على اساس انه يكون الفريق في اتم الجاهزية. اليوم انت لا تتكلم بعد 3 سنوات ما نتكلم عن مرحلة اعداد المنتخب. اليوم الناس كلها طالب اقل شيء الصعود الى الدور الثاني. نعم صحيح. اقل شيء يعني ما ممكن باي حال من الاحوال بعد 3 سنوات وتقول لي انا لازلت في مرحله المشاركه، هذه ثالث نهائيات انت توصل لها، واحنا نعرف انه هذا المنتخب مثل المنتخب الصومالي من انتقل الى القاره الاسيويه يعني. نعم يعني فبالضبط يعني اليوم هذا اقل تقدير. نفس الشيء هناك مطالبه ان المنتخب يظهر بشكل جيد. يعني ما ممكن اليوم انت تخسر كل الاشياء، تخسر نتيجه مباراه. انا ما اكون متشائم، ولكن يجب بعد عمل 3 سنوات لاي مدرب يجب ان هناك تكون في نتيجه. بروفا اخيره و4-1 كيف تقراها انت كمدرب يعني؟ تشوف كبروفا اخيره. نعم في اخطاء، هو تشوف اللي ممكن انك انت مثل ما ذكرت لك يعني اللي ممكن يشفع تقدر تقول لانك لعبت مع منتخب اكيد هو تصنيفه اعلى من تصنيفك في الاتحاد الاسيوي. منتخب الصين تعادل مع فلسطين في اخر مباراه وديه بغض النظر كل جميل. مباراه ولها ظروفها، ولكن انك تخسر ب4-1 نتيجه جدا كبيره، واكيد هناك في اخطاء، اكيد هناك في اشياء احنا نجهلها حتى الان يعني لان المباراه ما تابعناها وتعرف التحفظ اللي حاصل. ولكن من بعض الاخبار ومن بعض الاخوه اللي وافونا يعني من هناك من استراليا، فنتمنى انه تكون في معالجه خاصه مثل ما قلت لك على الجانبين النفسي وبعض الاشياء الفنيه اللي هي على تشكيله المنتخب. انما يعني اليوم انت لما تخوض النهائيات ما في عذر، انت بعد عمل 3 سنوات يجب ان يكون عندك البديل موجود، يجب ان يكون المنتخب في اتم الاستعداد والجاهزيه يعني على كل النواحي. اليوم ما في عذر على اساس انك انت تقول لي انا حصلت اصابات قبل البطوله او لاعب ما جاني او لاعب انا ما جهزت حارس يساعد علي الحبسي، هذا كلام كله مرفوض. انت عندك 3 سنوات كانت يجب عليك انك تعمل شغل وتحط كل الخيارات. موعد البطوله معروف يعني. نعم هو يعني اعتقد انه في مشكله مش بالمباراه بحد ذاتها، انه اختيار الفريق اللي بدك تلعب معه قبل ما تدخل البطوله. يعني عاده المدربين والاجهزه الفنيه بدوروا على فريق اضعف اللي يلعب معه بالمباراه الاخيره ما قبل البطوله حتى انه يكسب بنتيجه جيده تدفع يعني تشكل عامل نفسي جيد وايجابي للاعبين ما قبل البطوله. طبعا لقاء اليوم احنا يعني اكيد ما شفناه واكيد فيه له ظروفه وكذا. 4-1 امام المنتخب الصيني. المنتخب الصيني مش المنتخب الصيني اللي احنا بنعرفه يعني بشكل او باخر. المنتخب الصيني فشل حتى في التاهل عن في دور المجموعات الى الدور الثاني في التصفيات المؤهله لكاس العالم، وخسر البطاقه للمنتخب الاردني والمنتخب العراقي اللي تاهلوا عوضا عنه. والان على فكره هو يمر بمرحله انتقاليه، هو مرحله اهلال وابدال يعني هو مش فغوته يعني اطلاقا. بنرجع نحكي لموضوع طبعا ذكره الاخ ابو حمد بتعلق في مساله الاصابات واللاعبين. حقيقة يعني في شيء محير انه ليغوين منذ اعلان تشكيلة المنتخب وهو بيعمل على اعداد الجانب البدني، احنا بنحكي عن ما بعد بطولة الخليج، يعني كانت التدريبات بدنية على ملعب رمال عفوا على رمال بوشر، بعدين بدنية ايضا على استاد السيب. الاعداد البدني يتم بالعادة يعني انا اللي بعرفه في كرة القدم انه ما قبل الموسم بتعمل اعداد بدني طويل للاعب حتى انه يلعب موسم كامل سواء مع ناديه او مع المنتخب او وما الى ذلك. والاعداد البدني هو مسؤوليه الانديه وليس مسؤوليه الجهاز الفني للمنتخب الوطني، هاي ايضا حقيقه ثانيه يجب على الجميع ان يدركها. عندما يعد مدرب المنتخب الوطني اللاعبين بشكل بدني ما قبل البطوله يعني حمل زائد تدريبي، هاي النقطه. النقطه الاهم من ذلك انه اللاعب اصلا في هاي الحاله بيكون غير معد في نادي. هل تفسر الاصابات يعني ده؟ بفسر بالاصابات انها نتيجه اعداد بدني سيء سواء بنادي او مع يعني ربما يكون ليغوين اضطر شاف عنده ضعف مخزون اللياقه البدنيه، خاصه اذا ما قارنا او ناقشنا نتائج ليغوين السنه العام الماضي مش العام الحالي ما قبل بطوله الخليج. دائما المنتخب العماني في المقدمه، دائما المنتخب العماني يتراجع في الشوط الثاني او في الثلث الاخير من الشوط الثاني نتيجه لانخفاض المعدل البدني والمردود البدني لدى اللاعبين. انا حتى امام المنتخب القطري كان نفس الشيء، منتخبنا متقدم بهدفين ومن ثم
النتيجة آلت إلى التعادل، وهذا ما يذكرنا في لقاء المنتخب الأسترالي في تصفيات كأس العالم، كنا متقدمين بهدفين ومن ثم المنتخب الأسترالي عادل، ولو كانت النقاط من نصيب المنتخب لتأهلوا مباشرة إلى كأس العالم، يعني كان الأمور أسهل بكثير. هناك مشكلة في الإعداد البدني هي التي تؤثر على موضوع الإصابات، عندما يتعرض اللاعب لحمل بدني أعلى مما هو معتاد عليه تحدث لنا بعض الإصابات، خاصة إذا ما حللنا الإصابات التي حدثت مع اللاعبين لم تحدث نتيجة احتكاكات، فهذا أيضا مؤشر أعتقد أنه يجب الوقوف عنده طويلا، وأعتقد أن تأخر الحل كثيرا من قبل الجهاز الفني، وعلى الأندية تقع مسؤولية كبيرة جدا في كيفية إعداد اللاعب من الناحية البدنية. نضال، أنا بغيت أضيف حاجة أخوي حسين، يعني شوف الكلام اللي قال الأخ نضال يعني هو الصح صراحة. أنت اليوم بأي حال من الأحوال ما ممكن تلعب إلا إذا كانت هناك ظروف ما حصلت مباراة أو ما شابه. اليوم لو كان المنتخب الصيني في المنافسة ما حد بيتقبل إنه يهزمك 4-1 في مباراة رسمية، ما بالك إن أنت تخسر في مباراة قبل الخوض للنهائيات من منتخب الصيني 4-1 برغم يعني أنك أنت كنت متقدم تقدمت الهدف دقيقة 18 لكن بقراءة يعني سريعة حتى هذا جانب. الجانب الثاني اللي بغيت أتكلم فيه عن الجانب البدني، اليوم ما ممكن أنت يعني بالدوري كلاعب في الدوري 10 مباريات ومدرب المنتخب لا زال يبحث عن الجانب البدني، بأي حال ما ممكن، يعني اللاعب يعني عنده نسبة مخزون لياقة إلا إذا كان هناك اللاعب هو مش محافظ على نفسه، وإحنا نعرف معظم اللاعبين لأنه ما في احتراف نفس الشيء، يعني أشياء أو كثير من العوامل ما تساعد اللاعب على أساس إنه يحافظ على مستواه، يعني تعرف اللاعب دوام وما شابه، وهو اللاعب أصلا تفكيره بعض المرات يعني ما يعطي نفس الأهمية على أساس إنه يحافظ على نفسه، سواء كتغذية سواء كنوم ما شابه. هذا جانب. الجانب الثاني لما نتكلم عن إصابات، الإصابات اليوم أنت لما تدخل مرحلة إعداد، هذه مرحلة إعداد أنت قبل النهائيات، يعني أنت دخلت هنا معسكر، أنت لعبت قبلها كأس الخليج، بعد كأس الخليج لعب الدوري اللاعبين، فيما بعد جيل معسكر، وفيما بعد الآن أنت مكمل في معسكر. إذا كان عمل في هذه المرحلة، وإحنا نعرف إن كانوا لاعبين المنتخب يعني بعد المنتخب بعد كأس الخليج تقريبا بثلاث أيام في لاعبين لعبوا الدوري، إذا ما كان يعني تعطيهم الراحة الإيجابية على أساس إنه يستعيدوا أو عملية الاستشفاء، هذه مشكلة. ولكن إنه يصبح ثاني يوم على طول من بعد أي مباراة وهو يتمرن على البحر، أنا ما أعرف أفسرها هذه كي، ولا أريد يعني أنتقد الكابتن لوغوين، هذا جانب يخصه هو، ولكن بأي حال من الأحوال يعني بعد 3 شهور أو بعد 4 شهور وإحنا نعرف المنتخب معسكر مستمر من مباراة قبل مباراة كوسوفو، اللي هو لعب مباراة قبل مباراة كوسوفو فيما بعد إيرلندا، وقبلها كان قبل إيرلندا كان في معسكر في فرنسا أو في فرنسا بالضبط، أو يعني أكثر من مرحلة، فما ممكن اليوم أنت تجيني وتعمل إعداد بدني من أول وجديد قبل الخوض، إذن لازم تكون عندك الإصابات. شوف إصابة مهند يعني على أساس إنه رباط، هذه وارد يعني معروف، التحام التواء هذه ما مشكلة، ولكن لما يكون في شد وأكثر من لاعب إذا يجب عليك أنت كمدرب تراجع حساباتك في كثير من الأمور أنت كمدرب، لأن الطريقة غلط ويجب أنك أنت توقف عند هذا الجانب. ولكن للأسف وين الإنسان اليوم اللي بيقول بول لوغوين هذا ما بصح؟ ما في إنسان بيقول اليوم اللي بول لوغوين ما في إنسان أبدا؟ لا ما في إنسان في الاتحاد، أنا أقول لك ما في، يعني مع الاحترام لهم الأخوة كلهم، اليوم من هو الفني اللي بيناقش بول لوغوين في هذا الجانب؟ مع الاحترام للأخوة كلهم سواء لعبوا في منتخب أو بس، ما حد يضاهي اليوم أنت عندك خبير مثلا، الخبير الفني، الخبير الفني أنت ليش جايبن؟ إحنا نعرف إن الخبير الفني هو يناقش خطة إعداد المنتخب بجوانبها الاثنين، سواء الإداري أو الفني. إلا إذا الاتحاد أخل بعدم تنفيذ جزئية أو مرحلة من مرحلة الإعداد، هذا يشفع للمدرب. ولكن اليوم ما في جلسه، يعني من اللي يقيم المدرب؟ من اللي يقيم عمل المدرب؟ ما ذكروا انه بعد كاس خليج، يعني احنا جبنا خبير ونخسر عليه مبالغ وهذا، ولكن عمل واضح ما فيه، يعني لا على مستوى الدوري ولا على مستوى المنتخب. احنا نتمنى ان شاء الله ان يكون المنتخب، انت ضد وجود الخبير؟ من هو ضد وجود الخبير بالعمل الحالي؟ بالعمل الحالي ما يفيدني الخبير، ما جالس يعطيني عمل. مطلع على عمله؟ انا عمله اشوف من خلال الواقع، يعني ما ممكن اليوم الاتحاد الاسيوي ينفذ
الرزنامه مالي لسنتين وانا كل جوله اخر مباراه في الدوري. طيب معقول انت جايب هذا يعني انا بسالك سؤال بعد ابو حمد، معقول انت جايب خبير بالمبلغ يونس اذا دخلنا في هذا الكلام؟ لا لا بسالك سؤال، اذا دخلنا سؤال بالجانب بدخل معك بقوه بعدين لا توقفني. لا لا ما بوقفك لا صراحه يعني هذا بطاقه بيضاء مفتوح للجميع يعني. طيب لا بس انا بس بسالك سؤال يعني، انت الحين ما مقتنع ابدا بوجود خبير فني، هل تريد تفهمني انه هذا الخبير الفني اللي ندفع عليه مبلغ وقدره مبلغ كبير ومعروف زين ما استفدنا منه، ليش احنا متمسكين فيه؟ ليش احنا مخلينا يعني؟ هذا 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 مع الاحترام حسين يعني هذا السؤال يجب ان اعضاء الاتحاد والجمعيه العموميه يمكن هم يشوفوا المدركين كيف يشوفوه يعني، فهمني انت كيف يشوفوه يعني، معقول يدفعوا له راتب بدون شغل؟ لا 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 لحظه، الدوري من بدا، الدوري من بدا كم مره توقف، الدوري من بدا كم مره توقف، كم مره تاجلت مباريات، كم مره ترحلت مباريات، كم من مشكله حصلت وما قادر يتكلم لا خبير فني ولا غيره، يعني هذه كلها مشاكل عمل. انت خبير ما شفنا، انت ما قلت خبير اداري، انت قلت خبير فني، عندك نقص على مستوى الخبير الاداري، عندك نقص على الخبير الفني سواء على المنتخب او على الدوري او حتى على الانديه، ما لاحظنا عمل ملموس صراحه يعني. البدايه الجيده بالنسبه للدوري الموسم اللي فات انا عندي كانت افضل حتى المستوى الفني، ليش الناس بدات يعني كان متشجع انها تبدا كدوري محترفين فعلا، برغم ان هناك في قصور وفي نواقص، ولكن قلنا يجب انك لما تبدا خلاص ما تراجع، فمشت الامور. ولكن هذه السنه بالعكس في اخطاء يا رجل، اليوم ما ممكن انت في اخطاء بدائيه تحصل، اخطاء بدائيه يعني، انت كيف عندك خبير وفي الدوري ما عارف تحل اشكاليه اذا كان فريق انسحب، اذا اللائحه مالك ناقصه، اذا وين دور الخبير؟ وين دور الناس اللي تشتغل؟ لان هذا مؤثر على المسابقه ويؤثر حتى على لاعبين المنتخب، لان انت مسابقاتك تريدها تكون منتظمه، نفس الشيء تواغيتك تكون جاهزه، اليوم ما ممكن بهذه الحال من الاحوال، اذا كان انت غان عنك الخبير هذا شيء جانب، ولكن لا انا اشوف شيء ملموس يعني. انا ما اشوف شيء ملموس من الخبير صراحه يعني، شيء ايجابي ملموس من الخبير ما اشوف. شفته بعد رايح مع المنتخب؟ هو لا، هو من حقه انه يروح مع المنتخب ويجب انه يكون مع المنتخب. انا اعتقد انه هو اللي حدد مكان الاقامه باقامه المعسكر بكامبيرا بحكم انه استرالي. بس هو السؤال اللي بطرح نفسه يعني، منذ اختيار الخبير من استراليا، انا طلعت على السي في تبعه وعمله مع الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي وما الى ذلك، اللي توقفت عنده طويلا انه خبير فني من استراليا. اوكي، استراليا لو لم تاتي الى قاره اسيا لما سمع بها احد على المستوى العالمي في كره القدم. اوكي، حتى على مستوى الانديه يعني، حتى على مستوى الانديه شفنا كيف فاز سيدني في كاس اسيا. استراليا كتاريخ كره قدم حتى تصنيفها حتى الان يعني، او او او, أو كلاعبين او ما الى ذلك، الحين تصنيفها كان تصنيف سابق 103 يعني. الحين انا ممكن افهم خبير فني من فرنسا، خبير فني من المانيا، خبير فني من مصر الشقيقه. المانيا يجيب لك المانيا مثلا، لا حتى على المستوى العربي يعني، مصر انا المرحوم محمود الجوهري كان خبير فني ومستشار فني لسمو الامير علي الله يرحمه، ولكن احنا دائما العرب تغلب علينا العاطفه بعض مرات نطبطب لا دائما بعض المرات لا في كثير من الامور اخ نضال احنا بعض المرات نفوت بالنسبه للعرب لان العاطفه تغلب علينا كذا تركيبتنا سبحان الله، ولكن لا بالنسبه للالمان 1+1=2 لا تقول لي ممكن كذا بشيل كذا، لا 1+1=2 اي المنتخبات اللي بتنجح على المستوى الفني يعني. انا اذكر انه المانيا ما بعد كاس العالم 2002 كان في خلينا نحكي في اتحاد الكره الالماني جلسه مطوله حطوا نقاط على الحروف ماذا تحتاجه المانيا لتفوز بكاس العالم. اوكي، فهم كانوا محددين انه 2014 راح ترجع او 2010 راح تستعيد المانيا هيبتها، فبداوا فتحوا باب مثلا اعطاء الجنسيه للاعب المولود في المانيا، بداوا يفكروا موضوع المدربين، ضخ الاموال في الانديه حتى تستثمر، فكان علاجهم منطقي وسريع او مش سريع خلينا نحكي طويل بعض الشيء، ولكن نتائجه مضمونه. مضمون. حاليا البايرن ميونخ يعد من اقوى الانديه في اوروبا، بروسيا دورتموند كان منافس له يعني اثنين من المانيا، سحب البساط من تحت برشلونه وريال مدريد، وهذا كله ناتج عمل نتاج عمل اتحادي من بيكن باور تحديدا في خطته اللي قدمها لاستعاده الكره الالمانيه هيبتها. طبعا احنا بنحكي عن خبير فني، خبير فني هو طبعا اهم شيء
في الاتحاد، في منظومة الاتحاد، وجوده أساسي، وجوده أساسي، لكن عملية الاختيار وعملية إدارة الـ الكرة. بلطن عليك نضال، سمعت خبير فني هو أنا أنت تفاجأني اليوم معلومات. خبير فني هو يعني يختار مكان المعسكر بحكم انه هو استراتيجي أو محل الامور الاداريه او محل الاغامه لا لا او محل لا 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 يركب هو طائره هو او قطار او باص هو يعني هو هو بالنهايه هو بالنهاية هو استرالي مستشار يعني انا لا بدي اعطي مثلا بدي اطرح عليه خطه اعداد المنتخب احنا بنقيم معسكر في استراليا بحكي لك الانسب المكان الفلاني نظرا لعوامل الطقس نظرا للمباريات اللي بده يلعبها المنتخب بده يلعبها بنفس المدينه كانبيرا فكان اختيار موفق جدا لمدينه كانبيرا انك تعمل عليها معسكر اعدادي او معسكر اخير ما قبل البطوله احنا ما اختلف انا ما اختلفت معك في هذا لا يعني احنا بحكي لك هي احنا ما اختلف اذا كان فعلا اذا كان هو اللي يختار وهذه مصيبه ما هو بالنهايه اذا كان هو اللي يختار لا لا هو بالنهايه هو بالنهايه الخبير الفني هو اللي بيختار المدير الفني للمنتخب لا لا بس لا لا, 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 لا نضال بسالك سؤال احنا محتاجين انه هو يروح مرحله يعني محتاجين الحين انه هو يروح يختار لنا المدينه اللي يقيم فيها المنتخب مثلا طبعا ما محتاجين شيء لا ما محتاجين يعني في اداريين يكونوا سابقين للمنتخب لتواجد انت كمدرب منتخب تحدد وين تريد انت تريد وتريد تلعب مع من وتصنيف ايش المنتخب محمد انت من شوي تكلمت انه مين بناقش لجوين بالامور الفنيه والامور الاعداديه هلا يفترض انه اللي يناقش لجوين بالاتحاد هو الخبير الفني لانه هو بالضبط. خبير فني يعني هو رجل يملك من الخبره يعني والدرايه ما يمكن له من تقديم على الاقل نصيحه صحيح. فهاي تعتبر من أبواب النصائح يعني أو من أبواب الإرشادات ولكن إحنا بنحكي عن تقييم مرحلة عمل كامل أوكي من الناحية الفنية والإدارية سواء على مستوى المسابقات أو على مستوى المنتخبات الوطنية نعم. بصمة المدير الفني في له يعني موجودة بصمة له مش موجودة فهون هون النقاش إنه بصمة المدير الفني أنا اللي بحددها وأنا اللي بطلع عليها إحنا تعالوا نشوف المنتخب الأولمبي مثلا المنتخب الأولمبي لعب مباراتين إعداديات الأسبوع الماضي بيكون معنا محمد خميس الساعة 5 نتكلم الساعة 7 عفوا نتكلم فاز وخسر ولكن المنتخب الأولمبي كم يعني كم شخص بعرف معاناة المنتخب الأولمبي مع سواء بالاستعدادات او بالتجمعات وما الى ذلك او بالتدريبات المنتخب الاولمبي للاسف هو في الظل وليس في الواجهه نتكلم عنه علما بانه هو المزود الرئيسي للمنتخب الوطني اذا مشكله الخبير الفني ليست مع المنتخب الوطني ولكن مع كافه المنتخبات الوطنيه وحتى مع المسابقات التي حتى اللحظه لا يعرف فنجا هل هو متاهل ام هو باقي لحتى الان لا يعرف النهضه مصيره في الدوري يعني على الاقل سرعه القرارات الارشادات العامه التعليمات اوكي ما قبل البطوله على ان تنفذ خلال البطولات بصمه للمدير الفني للاسف حتى اللحظه نضال حتى الخبير الاداري حتى الخبير الاداري من واجبه ان يعدل في اللائحه اي قصور نعم من لا من من واجبه هو لا عفوا الخبير الاداري اللائحه ما فيها قصور اللائحه ما فيها قصور القصور في انه فيش شخص طلع تحمل المسؤوليه كامله اللي صار بالدوري من خلافات في جهه بتتحمل المسؤوليه هي يجب ان تحاسب إذن مش الانديه أيوه. ما عليها اي اذا ليش ما ننفذ يعني ليش ما ننفذ انا طالب الا اذا شفت في قصور الخبير الاداري لانه خبيرين بالاتحاد جميل. خبير اداري وخبير طيب. اذا من واجبه ان يعدل اللائحه على حسب نفس الشيء واقعك انت واقع الانديه على حسب الـ يعني المناطق اللي موجوده في الانديه هذه كثير من العوامل طيب. ولكن للاسف احنا ما قادرين نعدل بين التوقيت الصيفي والشتوي هذا يعني أبسط مثال تشوف الناس تريد تحضر المباراة ولكن في أذان صلاة المغرب فطبعا الناس بتروح تصلي شيء بديهي إذن إيش المانع أنا بعض المرات ما آخر ربع ساعة أو نص ساعة على أساس الناس تأخذ راحتها على أساس الناس تأخذ طيب. مقاعدها يكون الدخول في نفس الوقت ما تنسى ربها بس أرجع للموضوع الأساسي ومعنا ينضم لنا الآن زميل والأستاذ معنا الداف من جريدة كورة بس مساء الخير يا أبو لميا حياك الله مساء النور كل عام وانتم بخير جميعا وانت طيب ان شاء الله حياك يا ابو لميا معنا في بطاقه بيضاء وطبعا نسالك عن رايك في الاعداد المنتخب الوطني للبطوله القاريه على ضوء نتائج المباريات الوديه الاخيره اولا كما قلت كل عام وانتم بخير وتحياتي للجميع اخي الكريم المباريات الوديه انت المباريات الوديه التحضيريه يعني لا يمكن
الاستناد عليها إلا بشيء بسيط فقط للاطمئنان على بعض الأمور الفنية والبدنية بالنسبة للاعبين. يبقى الاهتمام الأكبر والتركيز عما يحدث في كل مباراة، وهذه المباريات وتحديدا في دور المجموعات كل مباراة بطولة بحد ذاتها، هي من جانب. من جانب آخر، المنتخب خلال الفترة الماضية أنا باعتقادي كان استعداده مثالي، بدأ من قبل يمكن من مباراتي كوستاريكا والأوروغواي، ثم جاءت بطولة كأس الخليج، ولا أعتقد أن أي منتخب سيلعب ويشارك في أي بطولة سيكون يعني ما بيطلب، أو بالأحرى يتمنى ويطلب من كل بكل ما تعني هذه الكلمة أن يلعب هكذا مباريات تحت هكذا ضغوط وظروف والبقية معروفة. المنتخب لعب 5 مباريات في كأس الخليج، لعب قبل مباراتين مع كوستاريكا ومع الأوروغواي، والمباريات الأخيرة اللي لعبها بأستراليا. كل الأمور تؤشر أن الجاهزية يعني الفنية بناء على ما حدث يجب أن تكون على ما يرام، ولا تتوقع في أثناء سير الدوري بخلال هذه الفترة أنه تصح أو يصح أو تتاح الفرصة لأي منتخب أن يستعد أفضل من هذا الاستعداد. طيب، نحن كان في نقطة مهمة في ما يتعلق بمسألة الإصابات اللي تلاحق المنتخب قبل كل بطولة في بعض الأحيان، مثل ما سمعنا اليوم عن بعض الأخبار بعض اللاعبين. هي الإصابات هي واردة في كل لحظة. قبل كأس الخليج يمكن بالساعة الأخيرة محمد غساني خرج من القائمة وجاءه بسعيد الرزيقي. هي الأمور يعني واقعية، يعني هي بحكم العمل، هي من حكم العمل. يعني اليوم معك محمد المسلمي، سعد سهيل، قاسم سعيد إصابة خفيفة، العويسي، مهند. هي الإصابات هي عبارة عن كدمات أو ردود بسيطة يمكن تعالج في 4 أو يمكن يرتاح اللاعب ساعة ساعتين يوم يومين وكل الأمور تعود إلى طبيعتها. طيب، ما لها علاقة بالأحمال البدنية أو ما شابه؟ ما بعتقد. طيب، أنا أضف لذلك يعني خلينا ما شابه أن يعني جهاز الفني المرافق للوغوين يضم لوغوين ومدرب مساعد ومدرب لياقة بدنية وما بعرف مين أخصائي، يعني هل من المعقول تغفل عليهم هاي الأمور هاي؟ أنا ما يعني إذا كانت تغفل على الأمور معناتها أخي غير جديرين بكل ما تعني الكلمة بقيادة أي منتخب. لكن هاي الأمور بسيطة وعادية جدا جدا، كما شفنا وكما سمعنا كمان تورد بعض الإصابات للاعبين خلال الفترة الماضية بكل المنتخبات، لكن هذه الأمور ليس بالأحمال البدنية بالتأكيد. كان لو يعني خلينا نكون منطقيين شوي، بالفترة الماضية وقت طلب تجمع اللاعبين الأندية للمنتخب من السبت يوم الثلاثاء، البعض لاموا قالوا يا اخي ليش انت يعني شو السبب؟ قالوا لزيادة معدل اللياقة البدنية. اثبتت هالايام انه معدل اللياقة البدنية كان في بطولة خليج 22 للمنتخب العماني بحالة جيدة جدا. اعتقد هذه الامور كلها تندرج في اطار مدروس. هاي وجهة نظري. ابو لميا مساء الخير. يا مرحبا بك. نضال معك. يا مرحبا بيك حبيبي. ابو لميا، يعني السؤال اللي بطرح نفسه، الاعداد البدني للاعب مسؤوليه النادي ولا المنتخب؟ هذا واحد. اثنين انه ليغوين ما قبل السفر الى استراليا كل تدريباته كانت مع المنتخب هي تدريبات بدنيه، مش كان الاولى انه يكون مثلا تدريبات تكتيكيه في حال انه وصل مع اللاعبين للجاهزيه البدنيه؟ يعني المفروض انه احنا عكس الزمن حتى نبدا البطوله. مسؤوليه اعداد اللاعب بدنيا مسؤوليه مين؟ ولماذا يعني ليغوين يضطر الى اللجوء الى التدريبات البدنيه على رمال الشواطئ وحتى في الجيمات وما الى ذلك؟ صديقي، انت بتعرف مثل ما انا بعرف الكل، اذا بدنا نتكل على اعداد الانديه بدنيا معناتها راح يوصلوا اللاعبين على المنتخب الوطني ليسوا في الجاهزيه. بحكي لك قصه وموثوقه والكل بيعرفه تماما، انه في احدى المرات صديقي عندما اصبح الجهاز الفني كل فرد من الجهاز الفني يراقب مجموعة من اللاعبين أو يتابع مجموعة من اللاعبين، يتصل اتصال ببعض الأجهزة الإدارية فيقولون اللاعبين حاضرين، يفاجأ بوجود أحد منهم فيطلع اللاعب ماله حضران، وهي من مسؤولية الأندية بشكل عام. للأسف عندما تريد إعداد فريق بكلمة عن كلمة يجب أن يخضع المعسكرات المنتخبات الوطنية، لأنه الانضباط والالتزام بالأندية غير صحيح 100%. هناك نسبة معينة لا تتجاوز في أفضل الحالات. هذا الجانب. أخي، جانب آخر، أثبتت الأيام الماضية أنه المنتخب من الناحية البدنية جيد من ناحية، يعني لا يمكن إنكاره بدليل مباراة اللعبة بكأس الخليج. هذه الأمور هي تتيح الفرصة أو بالأحرى تأكد لك أن هناك أعداد بدني مدروس. الإصابات قد تحدث في أي فترة، في أي يعني أي مباراة بأي تدريب، ليس له علاقة. أرضية الملعب قد تلعب دوراً، حركة لا غير طبيعية من بعض اللاعبين قد يعني تلعب دورا.
هذه الأمور يجب أن لا نحملها أكثر ولا نحمل الجهاز الفني. الكل بنعرف نحن الجهاز الفني هو المسؤول مسؤولية كاملة بعد ذلك على أعداد اللاعب بدنيا. بيشوك اللاعبين وانت أدرى الناس والكل بيعرف أنه غير جاهزين بدنيا من الأندية لسبب أسباب كثيرة. أولا جميع اللاعبين، وأنا بقول لك جميع اللاعبين غير مفرغين تفريق كامل وهذا لحاله قصة، جميع اللاعبين يتدربون بمزاجهم وهي قصة ثانية والكل بيعرفوا. جميع اللاعبين يا أخي يعني يلعبون كرة القدم ويقعون عقود احترافية لكن لا يلعبون بالعقلية الاحترافية، والكل ما يعني ما بدنا يعني نجامل ونكذب على بعضنا. طيب برأيك عن شكل سريع أبو لمية ما عادش أخذ من وقتك، حظوظ المنتخب يعني برأيك في كأس أمم آسيا في ظل تواجده في المجموعة الأولى، هي واحدة من أقوى المجموعات طبعا مع أستراليا كوريا الجنوبية والكويت. حسون بدي أحكي لك شغلي. أيوة. المنتخب يلعب بمجموعة بتضم ثلاث أساليب لعب كرة مختلفة، السرعة الهائلة جدا بالأسلوب الكوري، القوة البدنية والكرات العالية والالتحامات البدنية مع كوريا مع أستراليا، ثم الأسلوب القريب، لا نقول الأسلوب المعروف، ما رح نقول المشابه والقريب، الأسلوب المعروف لدى المنتخب الوطني وهي مع مباراة الكويت. كل مباراة إلى 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 يمكن الأخوة المدربين واللاعبين بيعرفوا أكثر مني، كل مباراة وإلى يعني دراستها وإلى ظروفها الخاصة. ربما هذه الظروف من سوء حظ اللاعبين، حظ الجهاز الفني، كل مدرسة يعني كل مباراة بمدرسة، وربما قد تكون مفيدة. بس أنا أحكي لك شغلة، أخي المنتخب الكوري يعاني حاليا، والسبب أنه يمر بمرحلة انتقالية اللي كان فيها المنتخب قبل سنة. قد تكون هذه الأمور بالنسبة للمنتخب لصالحه. المنتخب الأسترالي التجربة والمباراة السابقة بي سيدني وبأستراليا أثبت أنه المنتخب قادر على مواجهة وهزيمته. المباراة مع المنتخب الكويت صحيح فاز المنتخب العماني بالبطولة الأخيرة 5-0 لكن ليست مقياس، لكن لم يعد المنتخب الكويتي بذلك المنتخب مثلا البعبع أو المخيف أو المرعب مثل الكرة العمانية. أنا بوجهة نظر البسيطة المنتخب العماني ظروف متاحة له يطلع بنتيجة إيجابية بناء على ما تقدم، وأيضا بناء على الثقة والمستوى اللي أعاد فيه الثقة، لن أقول المستوى الجيد بخليج 22 لكن من خلال ما قدمه استطاع أن يعيد الثقة نوعا ما لأنفسهم كلاعبين وإلى الجماهير وإلى المتابعين. وبالدليل أنا بالصدفة من كم يوم عم اسمع على أحد المحطات الترشيحات فبيحطوا المنتخب العماني من قائمة المنتخبات اللي تلعب دورا ومرتكزة على أنه مجموعة متجانسة تضم الخبرة والشباب وتضم الجهاز الفني والإداري الأكثر استقرارا بكل المنتخبات. لا. يجب أن نأخذ هذه الأمور بكل الاعتبار ويجب أن ننظر دائما للأمر بتفاؤل. وأضف لذلك أخي كرة القدم ممشان أعطيك يا ملاخر لا يمكن أن تتوقع فيها أي شيء ويكون صحيحا، وهي يمكن ربما من سر أسرار محبة، لكن أنا كمتابع أنا متفائل بأن المنتخب سيكون يعني أنت شخصيا بولميا شخصيا أنت متوقع صعودنا من المجموعة لأول مرة مثلا من دول المجموعات؟ أنا لا أقول لك أتوقع، لكن أقول لك بالحرف الواحد متفائل بحضور وبتمثيل المنتخب بهذه البطولة. بذكرك بس ملاحظة أخي حسين، بال2004 المنتخب أمام الأردن وأمام الصين وأمام إيران صرخ منه التأهل سرقة يا أخي. لكن هل هناك لاعب أو ملاحظ أو متابع أو مدرب لم يقل أن المنتخب العماني كان أفضل فرق مجموعته إطلاقا؟ يعني هي كرة القدم. إذا كانت الحظوظ طبعا أنت اعمل والحظ يلحق اللي دائما يلاحق للمجتهد. أنت اعمل وقدم عليك يا أخي. أنا ما بطلب من اللاعبين إلا يلعبوا كرة القدم اللي بيحبوا يلعبوها، اللي كرة القدم الخالية من التعقيدات، الكرة القدم الجميلة والحذر بكل الحذر. أنا برأيي المشكلية بالمنتخب العماني، معلش ولو نشزينا شوي، الإشكالية بالمنتخب العماني حاليا الإشكالية الدفاعية. من قبل كأس الخليج وحتى هذه اللحظة ما زالت الإشكالية الدفاعية هي الإشكالية الأساسية بالمنتخب. فلذلك يجب الحذر. ومنتخب كوريا منتخب يلعب كرة قدم سريعة ويلعب كرة قدم بالمساحات الخالية، أنت عليك كمنتخب وأعتقد جهاز الفني حيكون صالح أنه عدم ترك مساحات خالية، يجب مراقبة اللاعبين بطريقة جيدة، لا مان تو مان مستحيلة بظل سرعة وبظل هذا الأمر. دفاعات المنطقة والأجهزة الفنية يمكن أكبر مني بكثير بهذا الأمر. جميل جميل، شاكرين لك هذا التواصل أستاذ معن النداف. حبيبي تسلم لي. شكرا. تسلم أستاذ معن. تحياتي للجميع حبيبي في العام الخير. شكرا جزيلا لك. حظا حظا موفقا وإن شاء الله بيكون المنتخب عند حصن جم الجميع إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. حبيبي شكرا. شكرا لك أستاذ معن أحسن. طبعا أنا في حالة من التفاؤل يعني. لا هو الكل متفائل. هو ذكر شيء مهم، نقطة مهمة، أنك أنت
تمتلك الأدوات إذا ما وظفتها بشكل سليم. هو أكيد يعني فيش، لا يوجد أحد ينظر إلى المنتخب ويرى أن الجهاز الفني مستقر منذ 3 سنوات ويتوقع أن لا يحقق بالمنتخب العماني شيء. لا يوجد أحد ينظر إلى المنتخب ويشاهد جيل لاعب في النهائيات الآسيوية مرتين وهذه المرة الثالثة، يضاف إليه جيل من الشباب ولا يتوقع أن يحقق المنتخب شيء. إذن كافة العوامل. بقي أن نقول أن نحن في مجموعة ليست صعبة وليست سهلة بنفس الوقت، هي عملية إدارية يعني كيف تدير هذه المباريات. هنا يعني أعتقد أنه الجهاز الفني يجب عليه أن يعرف كيفية إدارة تلك المباريات. على المنتخب على اللاعبين نسيان أو طي صفحة مباراة الكويت نهائيا الخماسية، هذا شيء أكيد. المشكلة هي مباراة الكويت آخر مباراة، آخر مباراة. يعني ربما واضحة ربما أيضا نحتاجها. هي أعتقد أن بوابة العبور إلى الدور الثاني ستكون مباراة كوريا بكل تأكيد. يجب أن يأخذ المنتخب الكوري حقه، يجب أن لا تتم المبالغة في قوة المنتخب الكوري والعكس أيضا. المنتخب الكوري طبعا مرحلة إحلال وإبدال يمر فيها، يمكن مباغتة دائما المباريات القوية عندما يبدأ المنتخب في مباراة قوية قد يقطع أكثر من نصف الطريق نحو التأهل. يعني خاصة منتخباتنا العربية يعني بشكل عام، والمنتخبات العربية التي تأتي في المستوى الثاني أو التي كانت تأتي في المستوى الثاني أو الثالث تقوى مع المنتخب القوي وتضعف مع المنتخب الضعيف. يعني أنا مثلاً عشان كذي نحن نتفائل إنه مجموعة قوية، يعني لأن المنتخب يلعب لك مع أستراليا. هو تشوف ما حد شكك في الجاهزية البدنية بالنسبة للمنتخب، هذه أول حاجة. آسف أستاذي. ثاني حاجة المنتخب يعني حتى بالإحصائيات ومن أكبر القنوات كانت إحصائيات جدا مرتفعة في نسبة التمرير وفي نسبة امتلاك الكرة. تمرير ناجح. نعم الناجح. فيها فوات، في أخطاء. ولكن كزمان مبادرة المنتخب عنده زمان. الرتم السريع. نعم. الآن مثل ما ذكر الأخ معن إنه هناك مدارس مختلفة. أنت تلعب مع 3 مدارس مختلفة تماماً. ممكن الكويت مشابهة يعني لمدرستك أنت كمنتخب خليجي. وهني كيفية التعامل. كيفية التعامل. مباراة أستراليا إذا تذكرها. اللي هي 2-2 اللي كنا متقدمين فيها 2-2 صحيح؟ نعم. احنا مشكلتنا اشكاليه، وهذه يجب هنا نفس الشيء تدخل مدرب. انا اقول لك يا فهذه الجوانب تدخل. انت ما ممكن تلعب بنفس الرتم 90 دقيقه. نعم. ولوغوين هو مصر على هذه الحاله انه اللاعب يجب انه احنا الاحتراف مالنا ناقص، عقليه اللاعب ناقصه مثل ما ذكر معا، اللاعب ما يفكر في نفسه. نفس الشيء إمكانيات الأندية غير مساعدة بالنسبة للاعب المنتخب إنه يوصل المنتخب وهو في أتم الجاهزية سواء كبدنية سواء كمهارية. محمد بس بدي أسألك سؤال بنفس الموضوع. يعني على المنتخب في خليجي 21 كان عنده مشكلة هجومية، هدف واحد، وكان عنده انضباط دفاعي وقوة دفاعية كبيرة بالرغم من غياب علي الحبسي. عندما عولجت المشكلة الدفاعية أو المشكلة الهجومية وجدت المشكلة الدفاعية. حتى الآن أنا أنظر إلى المنتخب إنه في شيء من عدم الاتزان ما بين الواجبين الدفاعي والهجومي. إذا ما كان التركيز يعني الكل بدأ الكلام إنه عندنا مشكلة هجومية، أنا عقم تهديفي، عندنا كذا. طبعا حل العقم التهديفي ونحلت المشكلة الهجومية صار المرمى يتلقى أهداف أكثر من المعدل المعقول. يعني أعتقد إنه خسارة 4-1 هي أكبر نتيجة يتعرض لها المنتخب العماني منذ عام 2004 تقريبا. صحيح. فيعني عندما نعالج مشكلة نقع في مشكلة أخرى. متى يكون التوازن ما بين أن نحل المشكلة الدفاعية ونحل المشكلة الهجومية معا الثنتين مع بعض والدقائق الأخيرة والدقائق الأخيرة هذا كله عمل مدرب. يجب أنه هو مدرب هو اللي يعمل هذا التوازن. طيب. اليوم أنت أنك تشتغل أو تلعب مباراة وهو هذا أسلوب الكابتن بول لوغوين، أسلوبه يريد اللاعب يلعب 90 دقيقة تحت يعني تقدر تقول ضغط عالي، يعني بنفس رتم عالي، على أساس هو ما يمتلك إلا إنه السرعة يعني كلاعبين. إنما لو مكنت الفريق الآخر سواء أستراليا كوريا أي منتخب آخر ممكن هو يتحكم في زمام الأمور في المباراة، ولكن يجب أن أنت تكون عندك المبادرة هذه. إذا ما عملت فيها بتوازن إذن مشكلة، خاصة في ظل الإصابات اللي ذكرناها. ولكن في نقطة ممكن الأستاذ معن نوجه له التحية، قال نقطة هناك إنك أنت يجب إنك تعمل واسحب الحظ معك. أي لعبة فيها هدف، يعني اللعبة اللي هي متكونة مثلا السلة، كرة القدم، البولينج،
اليد نعم هذه اللي فيها هدف. هذه محتاجة، مش محتاجة للحظ. غلطان اللي يقول لك في هذه اللعبة انك انت محتاج للحظ، توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن انت محتاج للتركيز. هذا في يعني في العلم محتاج للتركيز. كل ما كان تركيزك عالي، كنت ما كنت جاهز ذهنيا، كل ما كنت جاهز بدنيا، انت جاتك فرصة فرصتين ما تعاملت بشكل جيد، بس الثالثة بتسجل لو خلقت العمرك فرصة. فيعني هنا الفرق، الفرق ان التركيز، التركيز هذا عمل اداري وفني وما شابه كثير. نتمنى ان شاء الله ان التركيز يكون عالي ان شاء الله، التركيز والحظ ان شاء الله كل شيء اذا بيجيبوا لنا نتيجة كلهم الاثنين باذن الله. انا اعتقد يعني كما ذكر يعني ابو لميا، يعني موضوع ان نحن حاطين في بالنا ان معانا استراليا ومعانا كوريا الجنوبية، وكل المعطيات السابقة تقول بأن أستراليا مش بالفريق الصعب بالنسبة لك. يعني أستراليا متجدد حسين، أستراليا متجدد لو لاحظت في نهايات فريق كأس العالم صار. ايه متجدد وقدم مباريات حتى المدرب تغير لها. قبل لا يلعب التصفيات لما كان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم كان المنتخب مش بالضبط أول أبد، ولكن في النهايات كان منتخب متجدد وقدم مباريات جدا كبيرة. هو في ملاحظة المنتخب الأسترالي عندما بدأ اللعب خاصة أمام المنتخبين الأردني والعماني في تصفيات كأس العالم كان يظن أن الموضوع محطة عبور، فقد يعني خدع الجهاز الفني وخدع اللاعبين في هذه اللقاءات. وأعتقد أن الكرة الأسترالية عاشت التجربة كما عشناها نحن ونظرت إليها كما ننظر إليها نحن، وتعرف حقيقة وقوة المنتخب العماني في هذه المجموعة، لذلك سيكون الاستعداد لهذه المباراة أقوى وأكثر من الاستعداد للمباراة التي كانت في كأس العالم. طيب. نظرا لاختلاف الظروف باخذ بعض الرسائل بشكل سريع لان الوقت على ما يبدو يمر بشكل سريع علينا في بطاقة بيضاء اليوم، وبعض الرسائل على 90456. رسالة بدون اسم، منتخب باي باي مع لوغوين في كأس آسيا، بذكركم بعد البطولة. عدنان درجال المجيني، عدنان درجال عبد الله المجيني، مساءكم جميل ومساء ابو حمد الاجمل. هل المنتخب يا ابو حمد جاهز للبطوله؟ لانك انت شفاف ومحلل ممتاز وبدون مجاملات، هل المنتخب جاهز للبطوله؟ نعم او لا؟ على اساس ايش جاهز؟ يعني جاهز هو بيشارك بالبطوله يعني، بس جاهز لوين يوصل يعني؟ بالله عليك انت مع الحين جاهز يعني جاهز انه ممكن يصعد من مجموعته يعني؟ هذا مطلب. انا شوف على اساس نكون واضحين، انت شو رايك جاهز؟ على اساس انه نكون واضحين، المنتخب ما بياخذ كاس اسيا، خلينا نجيب لك اياها من الاخر زين. كاس اسيا ما بتاخذ بهذه الطريقه، ما نبغاها كاس اسيا، وين نوصل؟ ولكن كمطلب انه يصعد للدور الثاني، كمطلب يظهر بمستوى مطلب اساسي، مطلب اساسي هدف اول، غير كذا صراحه في يجب ان في وقوف. هون نقطه خلاف، انا بحكي انه لا، الهدف انه ياخذ كاس اسيا اوكي، حتى يكون اللي يحققه شيء اقل، انه يتاهل مثلا لادوار متقدمه. اما لما يكون عندك الهدف يتاهل لادوار متقدمه، بيصير اللي بحققه انه قدم اداء جيد في البطوله. طيب يعني ما بده اداء جيد، لا اثنين كنت طماعين. نعم. عمر الصبحي يقول ابو علي، والله مع احترامي للكابتن حمد ابو حمد يعني يقصد هلال المخيني، ما عنده الجرأه في طرح الحقائق خاصه اذا شيء يخص الاتحاد. لا 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 بالعكس يعني ما عندنا شيء. هذا عمر الصبحي يا اخوي الصبحي، ما عندنا شيء نخفي، والله ما عندنا شيء نخفي، ولكن نشوف دائما هو الانتقاد، مش هو الانتقاد لمجرد الانتقاد، الانتقاد يجب ان يكون للتصحيح بالوثائق وفي نفس الشيء بالمعلومه الاكيده. اذا وجد هناك عمل ناقص بنتكلم، مثل ما تكلمنا عن الخبير ودوره سواء في التقييم لمرحله الاعداد للمنتخبات او لتقييمه لمراحل الدوري مسابقاتنا، هذه كلها تكلمنا فيها، ولكن طيب. يجب انه نختار التوقيت اللي نقدر نتكلم. بوليازيا، شو ذنب لوغوين يا كابتن هلال اذا انديتنا ما عندهم مدرب لياقه؟ لكن معظم الأندية اليوم تعتمد على مدربين لياقة عندهم ويتعاقدوا، وإحنا شفنا العمل اللي قدمه نادي النهضة الموسم اللي فات تحديدا، ومدرب اللياقة الآن اللي استعان فيه الكابتن حمد العزاني بمنتخب الأولمبي كان هو مدرب اللياقة، المدرب البرتغالي، فكان تعرف إنه يعني كان نادي النهضة يلعب بالدوري وكان متصدر ويلعب بالكاس ووصل للنهائي، وكان بالبطولة الخليجية غريب إنه يوصل النهائي، وفوق هذا كان عمل جدا منظم. فمدربين اللياقه موجودين، صح مش في كل الانديه ولكن في بعض من الموجودين. ايضا على 90456، حاتم المسلمي، مساء الخير كباتن، اعذروني منتخبنا بيخري من الدور الاول بخسائر ثقيله. ماجد المعولي، ماجد مس هلا ابو علي، منور ابو حمد. انا وجهه نظري هذا الخبير ما مال كره، مال ناطحه الثيران. تحياتي ماجد المعولي. لا 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 يا ماجد، لا يا ماجد لا.
ما يصير لعبة برضه يعني. بعد هذا رياضة لعبة رياضة طبعا ومطر يعني فيها دولية ولكن أيوة. ليست في في المنطقة لا العربية ما 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 لا نحن موجودة معانا موجودة أيوة. شو النضال بيوديك حسين والله تشوف جماهير أكثر من مباريات الدوري جمهور وتفاعل بعد كبير وما شاء الله يعني الأمور طيبة. أخ حسين طبعا هذا رسالة بدون اسم أيضا، أتمنى تخصيص حلقة عن لعبة الهوكي والاتحاد الهوكي وعن منتخبات الهوكي لأن في بلاوي في الهوكي. طيب يا أخي المستمع إن شاء الله بإذن الله يعني راح نتوقف إن شاء الله عن اتحاد الهوكي بإذن الله، وأعتقد يعني حتى رئيس الاتحاد والأخوان في الاتحاد دائما لما يكون في بيننا تواصل في ما نلمس منهم إلا كل تعاون، فإن شاء الله نأمل إنهم يوضحون الأمور بخصوص يعني هذه اللعبة والمشكلات اللي فيها. فاضل الهدابي مساءكم سعيد يا حسين أنت والأخوة الحضور، فيما يتعلق بالخبير الفني طيلة هذه السنوات ومنتخباتنا الوطنية تعاني الأمرين واتحاد الكرة يمتلك خبير، شيء مضحك. مالك شكيري مساء الخير أبو علي، أبارك للاتحاد العماني الانتصار الباهر اليوم وأطالبهم بالاستقالة الجماعية، كفاية تدمير الكرة العمانية منذ عام 2009 وكفاية تمثيل وضحك على الجماهير العمانية. شكرا لك مالك، طبعا أنا قريت الرسالة على طول عشان بعد يعني لو انها شوية عنيفة يعني. استراليا الان فاضل الهدابي ليس كاهل قبل سنة، لازم نكون واقعيين. طيب مالك شكيري مرة ثانية، فشل خليج 2021-2022 عدم صعود امم اسيا 2011 والتفريط في الفرصة الذهبية للوصول الى حلم كأس العالم 2014، هذه انجازاتك يا رئيس الاتحاد، أرجوك ارحل، كفاية ما تفعله بنا يكفي. نعم يعني ممكن نعلق على تفضل تشوف على الرسالة مالك شكيري. نعم كل الأخوة صراحة هي وجهة نظر ويجب أنها تحترم، ولكن أنا بس في وجهة نظري حاجة واحدة بسيطة، ليس دفاع عن السيد رئيس الاتحاد ولا أخطاء موجودة في كل عمل، في كل عمل جماعي لابد من أخطاء على أساس أنك أنت تعدل ويعني وتذهب للأمام، بس يجب أن نختار التوقيت. الآن هذا التوقيت توقيت مؤازرة للمنتخب، هذا التوقيت توقيت التكاتف خلف المنتخب، هذا التوقيت توقيت للتصحيح لأن وجد خطأ بعد البطولة. لا هناك تكون في امور الان الفريق في البطوله، فنتمنى حتى يعني الموضوع الاخفاقات او الانتصارات على الكره بطبيعتها مدوره، يعني ما في فريق بضل فائز على الدوام، ما في فريق بضل خاسر على الدوام. عندنا منتخبات كبيره جدا خسرت بنتائج كارثيه، يعني المنتخب البرازيلي سباعيه امام منتخب المانيا، لكن الحديث دائما للاسف أنا يعني في الكرة العربية دائما ما يوجه النقد إلى رئيس الاتحاد بشكل مباشر، يعني كل الدول العربية تقريبا رئيس الاتحاد هو المسؤول عن كل شيء، علما بأنه يفترض أن يكون الاتحاد كمنظومة وليس كشخص. يعني أنا أتحدث عن آلية تعاطي الاتحاد مع حادثة معينة وليس آلية تعاطي رئيس الاتحاد مثلا مع الحادثة هذه، لأنه هو شخص من مجموعة. جميل. ينضم إلينا الآن الأستاذ الإعلامي الأستاذ ظفر الله المؤذن. مساء الخير أستاذ ظفر الله. يا اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير، مولد مبروك ايضا، يعني ما شاء الله الاعياد ورا بعض. وعليك ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه جميعا باذن الله. استاذ ظفر الله، يعني في البدايه برايك كيف تقيم حظوظ المنتخبات العربيه في كاس امم اسيا؟ نعم المنتخبات العربيه في الواقع ليس هذا يعني من باب الإحباط، لا يجب أن تأخذوا كلامي على محمل يعني الإحباط. أنا لست متفائلا بالمشاركة العربية رغم الكم الهائل من المنتخبات العربية المشاركة، وأعتقد أنه رقم قياسي في النسخة الحالية في أستراليا. السبب بسيط وهو أن المنتخبات العربية كلها أعتقد ليست مؤهلة للمنافسة على اللقب، أقول هذا يعني لأن كل الشواهد وكل المؤشرات تقول بأن ليس هناك منتخب عربي باستطاعته أن يقارع اليابان، أن يقارع أستراليا، أن يقارع كوريا الجنوبية، وحتى إيران أيضا ليست رقم هامش يعني في هذه البطولة. بالتالي أتصور أن المنافسة على اللقب ستكون ربما ثلاثية بين العمالقة الثلاثة
اليابان استراليا وكوريا الجنوبية. تسألني لماذا هذا الإحباط؟ لأن في الواقع نبدأ بالمنتخبات العربية إذا 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 عرفت إذا شئت يعني بمنتخب نبدأ بالمنتخب السعودي الذي يعتبر هو صاحب الخبرة الأكبر والأكثر من حيث المشاركات من حيث عدد الألقاب في هذه المسابقة. المنتخب السعودي شاهدناه في دورة الخليج كيف خسر البطولة، وشاهدنا كيف أن المنتخب يمر بمرحلة انتقالية حتى على مستوى الأندية. الهلال خسر دوري أبطال آسيا، هناك مرحلة انتقالية حتى الآن، مدرب جديد يعني هو ولو أنه على سبيل الإعارة كوزمين رغم أنه يعرف اللاعبين، ولكن شاهدنا المنتخب السعودي يعني في أول اختبار له أمام البحرين خسر بنتيجة 4-1. نمر إلى بقية المنتخبات الأخرى. الكويت يمر بأزمة كبيرة إدارية، له مدرب جديد وهو تونسي نبيل معلول. الكويت عانت الكثير في منتخب في دورة الخليج، مستواها لا أعتقد أنه يؤهلها للمنافسة. نأتي للمنتخب العماني، المنتخب العماني نأتي للأحمر. الأحمر يعني اليوم خسارة اليوم أمام الصين بهذه النتيجة الثقيلة 4-1 أعتقد أنها ستلقي بظلالها على تشانس على حضور منتخب عمان في هذه البطولة. وأتصور أن بول لوكوان حتى الآن لا زال يبحث عن العصفور النادر في منتخب عمان. المنتخب العماني صحيح أنه أسعدنا وأطربنا في دورة الخليج وخاصة بتلك الخماسية أمام الكويت، ولكن المغامرة توقفت يعني في نصف النهاية أمام قطر. بالتالي أتصور أن المنتخب العماني أتمنى أن يكون مشرفا أداؤه في هذه الدورة. نأتي للمنتخب القطري، ربما يكون المنتخب القطري هو المنتخب الوحيد الذي قد لديه إمكانية المرور إلى الدور الثاني. النتائج منتخب العنابي منتظمة، فوزه بدورة الخليج، المباريات الودية أيضا نتائجها جيدة جدا، ولديه مدرب ذكي جدا هو الجزائري جمال بلماضي، لديه مجموعة متجانسة أيضا. ثم نتحدث عن المنتخب الأردني، المنتخب الأردني أيضا متذبذب شيئا ما. بقية المنتخبات الأخرى، البحريني أيضا شاهدناه في دورة الخليج كيف يعني كانت نتائجه متذبذبة وغير جيدة. نعمل أن تأتي المفاجأة من ضيف الشرف المنتخب الفلسطيني بطل بطولة التحدي في هذه البطولة. العراق أيضا يتخبط في أزمة، يعني شاهدنا كيف أن كانت هناك أزمة مدرب، هناك أزمة لاعبين، وربما تكون عودة يونس محمود المخضرم ربما تضيف شيئا ما للمنتخب الذي فاز باللقب في 2007. هذه رؤيتي يعني مبدئيا ولو أنها متشائمة للمنتخبات المشاركة العربية في كأس آسيا. جميل. طيب عموما نحن الآن طبعا سيتخلى البرنامج فترة أذان العشاء، ومن ثم أعود لك، اسمح لي بالتواصل معك من جديد بعد فترة أذان العشاء. أستاذ ظفر الله. نعم، شكرا جزيلا. نحن متواصلين معكم إذن مستمعينا الكرام، نعود إليكم بعد فترة أذان العشاء. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. لا عز يرجى بلا علم وإتقان، من جد يلغى وساق الدوحة يجنيها. يا أمتي سابقي في كل إن الحضارات لا تبنى بلا عملين، إن الحضارات لا تبنى بلا عملين، ولا تنال المعالي في تمنيها. من لم يكن أولا فليصبح الثاني. مراتب الناس عند الناس تعليها، مراتب الناس عند الناس تعليها. على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. من إذاعة سلطنة عمان نرفع على مسامعكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. امسح الدمع اليتيم، جفف الرمش السقيم، واشرب الصبر المرير، واهزم الصعب الجسيم. امسح الدمع اليتيم، جفف الرمش السقيم، واشرب الصبر المرير، واهزم الصعب الجسيم. عوض الحزن بوداع، لا تصيح انك يتيم، عوض الحزن بوداد، لا تصيح انك يتيم، حقق الحلم السعيد، عود الماضي القديم، حقق الحلم السعيد، عود الماضي القديم. لجل تقهار كل صعب وتسلك الدرب السليم، لجل تقهار كل صعب وتسلك الدرب السليم، وتطرد الياس بتحدي، وتنبذ الحزن الأليم، وتطرد الياس بتحدي، وتنبذ الحزن الأليم، وتنبذ الحزن الأليم. تنفحى يا يتيم، صغها رب رحيم، خلي أوقاتك تمر وكلها فعل حليم. انت نفحة يا يتيم، صغها رب رحيم، خلي أوقاتك تمر وكلها فعل حليم، كلها فعل حليم. اغرس الطيبة شجر يزهر بطر كريم، واسكب الكلمة مطار يطلب خير عميم، واسعد قلوب البشر واقبل بحب حميم، تلقى في يوم الحشر أعلى جنة النعيم. We'll be right back.
بطاقة بيضاء. بطاقة بيضاء، متابعة لدورينا من مختلف الملاعب. النتائج أولا بأول مع التحليل الفني. تفاصيل الدوري أسبوعيا في بطاقة بيضاء. بطاقة بيضاء. من جديد نعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في بطاقة بيضاء من إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونعود لاستئناف الحوار مع الأستاذ ظفر الله المؤذن. أستاذ ظفر الله، بشكل سريع، كيف يعني تقيم الإعداد الأخير للمنتخب العماني وتعادل مع قطر ومن ثم الخسارة بالأربعة مع الصين؟ ويعني شفنا طبعا خسارة السعودية أيضا من البحرين بأربعة واحد، والبعض يقول أن تبقى هذه مباريات ودية لاكتشاف أخطاء اللاعبين، ربما لتقييم بعض الأمور الفنية لإدخال أكبر عدد ممكن من اللاعبين. أولا بالنسبة للمنتخب العماني، أنا تفاجأت بالنسبة للقائمة، وتفاجأت أيضا بقرار الفرنسي بول لوغوين باستبعاد الأربع لاعبين من التشكيلة الأولية، اللي هم فهد الجلبوبي وحمود السعدي وباسم الرجيبي ومحمد المعشري. إذا النطق متاعي مش سليم صحح لي الله يخليك. نعم، لا بالضبط كلامك سليم. نعم، فلست أدري لماذا قرار هذا الاستبعاد. جميل جدا هو الإبقاء على الوجهين الجديدين محسن جوهر وأحمد سليم، ولكن لماذا تم استبعاد اللاعبين الأربعة؟ لأن المنتخب العماني في حاجة لمجهودات كل لاعبي. أتوقع أنه بولوغوان سيخوض مغامرة أخرى جديدة، هو يعني تجديد الثقة فيه بعد كأس الخليج أيضا كانت مفاجأة، لأن كل المؤشرات كانت تقول بأنه سوف يتم الاستغناء عن خدماته. الآن الكرة في ملعب هذا المدرب الذي أخذ وقته بالكافي، وبالتالي عليه أن يثبت، لأن منتخب عمان غني بالكفاءات والمواهب، ويجب أن ينافس منتخب عمان في بطولة آسيا. فأعتقد أن المجموعة التي سيلعب فيها منتخب عمان هي مجموعة أيضا مجموعة موت، يعني هي ليست سهلة. أستراليا الدولة المنظمة، الدولة المضيفة والتي تسعى لأول لقب، كوريا الجنوبية المعروفة، ومنتخب الكويت الذي ربما يعني يبحث عن الثأر في هذه البطولة، الثأر من الخسارة الثقيلة في دورة الخليج. نعم، طيب الآن سؤال عن مباراة الإمارات والكويت المقررة اليوم، و نعم تم إلغائها لأسباب ربما مختلفة حسب ما وصل. في الواقع هي زوبعة في فنجان. شيء مؤسف أن تلغى المباراة لأسباب تافهة جدا، يعني التعلل بتصوير المباراة بالكاميرا وعدم التصوير. أعتقد إحنا اليوم إحنا في 2015 لم تعد هناك أسرار، كل المنتخبات كتاب مفتوح، وأنت يكفي أن تذهب إلى اليوتيوب أو الجوجل لتفتح أي مباراة تريدها وتشاهد التكتيك الذي يلعب به المنتخب الفلاني والمنتخب الفلاني. بالتالي أعتقد أنه أزمة بين منتخبين شخصين بسبب موضوع التصوير بكاميرا، أعتقد أنها يعني هذه غير مقبولة. طيب، والغير مقبولة طيب، هذا السبب الأساسي، لكن بعد ذلك تبعات هذا الإلغاء، وربما يعني شاهدنا بعض الأخبار أو قرأنا بعض الأخبار القادمة من أستراليا عن طلب إطفاء الإنارة عن لاعبين منتخب الكويت، طلب إطفاء الإنارة وفتح مرشات المياه، ثم وربما الاستعانة بالأمن الأسترالي أيضا لإخراج منتخب الكويت من الملعب. نعم، أعتقد أنه هذا غير لائق، خاصة بين منتخبين شقيقين يستعدان يعني لهذه البطولة، وأعتقد أنه كان بالإمكان إجراء هذه المباراة وعدم يعني البحث عن يعني أسباب، وهي الكاميرا التصوير وكاميرا التصوير. نعم. طيب، وتعنت من قبل نبيل معلول وأيضا مهدي علي، كان يجب أن يكون على هذين المدربين يعني
أن يكون هناك موقف راشد، أن هنا يكون هناك موقف بعيد عن التشنج. نعم. والتشنج شاهدنا كيف أدى إلى إلغاء هذه المباراة بالضبط. وهذا طبعا سوف يربك اللاعبين، لأن يعني اللاعبين كانوا في حالة نفسية للعب هذه المباراة، وبالتالي أعتقد أنها يعني سقطة من كلا المدربين. جميل. زميل النضال عارف حابي الداخل معك الإماراتي أيضا. نعم. طبعا مساء الخير. معك نضال عارف، الزميل نضال عارف. نعم. طبعا يعني بالبداية أعتقد أنه الكابتن نبيل معلول محق بطلب تصوير اللقاء بالكاميرا الفنية، كاميرا واحدة، كاميرا واحدة، حتى لأنه يتسنى له معرفة اللاعب الكويتي، الإمكانيات وما إلى ذلك، لأنه تعرف أنه مدرب جديد، ويعني هاي ربما تكون ثاني مباراة ودية لنبيل معلول. هاي جزئية. الجزئية الثانية اللي بدي أتحدث عنها، المنتخب الإماراتي ليست هذه أول مشكلة يقيمها في معسكره في أستراليا، هذه المشكلة الثانية. المشكلة الأولى كانت مع المنتخب الأردني أيضا في مباراة ودية منعه من التدرب على الملعب ما قبل اللقاء بيوم، في اللقاء الذي انتهى لصالح المنتخب الإماراتي بهدف من دون مقابل. يعني أعتقد أن الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي من وجهة نظري يعني يبدو أنه يتصرف بطريقة لا أستطيع أن أقول غير مقبولة، ولكن غريبة جدا على منتخباتنا العربية على الأقل. يعني تمنع منتخب من التدرب على ملعب ما قبل تقريبا 3 أو 4 أيام، ومن ثم تأتي اليوم لتمنع منتخب يريد أن يصور اللقاء وهناك تعهدات بعدم بث أو إخراج أي لقطات. يعني نبيل معلول يريد معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف، يريد أن يشاهد لاعبيه. نعم. مرة أخرى واضح داخل المعسكر. فأعتقد أن المسؤولية تقع على الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي وعلى إدارة المنتخب هناك. جميل. تعليقك أستاذ ظفر الله. والله أنا قلت رأيي كنت واضح. أنا يعني هي زوبعة في فنجان، نحن في غنى عن هذه المشاكل التافهة. يعني التصوير بكاميرا صغيرة يعني ليس يعني جريمة، يعني كما قلت يعني وليس هناك جوسوسه في العالم كرة القدم اليوم. كل المنتخبات كما قلت كتاب مفتوح. جميل. يمكن أن تعرف هذا المنتخب كيف يلعب وبأي تشكيل يلعب. نعم. وما هي الخطة التكتيكية. نعم. بالتالي أعتقد أن الخطأ ربما يكون ملقى على عاتق المدربين. كيف ترى حظوظ المنتخب الإماراتي؟ يعني تحدثت عن كل المنتخبات العربية تقريبا، المنتخب الإماراتي كيف تراه؟ زين المنتخب الإماراتي. أيوة. منتخب الإمارات أيضا هو في فترة انتقالية، نتائجه في كأس الخليج أثبتت أنه فعلا يمر بهذه الحالة الانتقالية. طبعا نشوة الفوز باللقب في البحرين ربما ألقت بظلالها على مشاركة الإمارات في كأس الخليج، واكتفى بنصف النهائي فقط، توقفت المغامرة في نصف النهائي. اليوم المنتخب الإماراتي الذي لم يحقق كأس آسيا ولو مرة واحدة، أفضل نتيجة كانت في 96 عندما حاز على المركز الثاني على أرضه وخسر مع السعودية بركلة الترجيح. اليوم يدخل هذه البطولة في مجموعة صعبة وليست سهلة، ولكن بتشكيل يغيب عنه خاصة ضابط الإيقاع إسماعيل مطار، هذا اللاعب المخضرم الذي يمكن أن يضيف الكثير للمنتخب الإماراتي. ولكن هناك تشكيلة طموحة شابة فيها عبد الرحمن عموري اللاعب الكبير، فيها علي مدخوت اللاعب الجزيرة الذي تألق في كأس الخليج، فيها خميس إسماعيل، فيها الكمالي، فيها أيضا سعيد الكشيري، حسن إبراهيم، إسماعيل أحمد، يعني عفوا عدد، فيها إسماعيل، فيها أيضا ماجد ناصر الحارس الذي سوف يعود للمنتخب الخصيف. نعم. أعتقد أنه تشكيلة هذه ممتازة وجيدة، ولكن على مهدي علي أن يعرف كيف يوازن بين الخطوط الثلاثة. طيب. ويجب أن يستوعب الدرس من المشاركة الخليجية، كانت أخطاء كثيرة في دورة الخليج. نعم نعم. عموما شاكرين لك هذا التواصل أستاذ ظفر الله المؤذن، ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية في كأس أمم آسيا بإذن الله. شكرا لك أستاذ ظفر الله. شكرا شكرا. أحسنت. بس أخذ بعض الرسائل قبل لا أنتقل بشكل سريع لمحمد. لا بس مرحلة انتقالية، مش مرحلة انتقالية بالنسبة للمنتخب الإمارات. الأستاذ ظفر الله يعني يتكلم مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية تقدر تقول للمنتخب عمان مرحلة انتقالية، ولكن إنه منتخب الإمارات لا مستقر. مستقر تقريبا نفس التشكيلة خليج 21 هي نفس التشكيلة بس في أسماء المطر، وحتى بخليج 22 كان لاعب بديل ما كان أساسي.
طيب على 90456 أخذ بعض الرسائل. أبو المنذر: مساء الخير لجميع الكباتن، أنا ما عندي مشكلة لو انهزم المنتخب في جميع مباريات الودية ويظهر بالمستوى الضعيف جدا، المهم الاستفادة الفنية والنتائج الإيجابية في المباريات الرسمية في البطولة، ولا شو رأي أبو حمد؟ كلام جميل. طيب عبد الله راشد عبد الله البلوشي: مساء الخير، أتمنى للأحمر التوفيق في هذه البطولة، لكن أقول لكم ليش أستراليا دوم ورانا؟ ماشي مرة بتفارقنا؟ بنفارقهم؟ منصور العفية راشد عبد الله البلوشي. نعم فيه. صحيح هو دائما عندنا منتخب هو السرالية. هو التصنيف مالك انت، لان تصنيفك في الاتحاد الاسيوي كمنتخب السلطنه في الثالث، احنا التصنيف الثالث. والغياب عن نهائيات اسيا ب 2011 اثر على انه يكون تصنيفه بهذه الدرجه. جميل. مش عارف تقراها. لا مالك شكيلي ابو حمد. رجع مالك. قلنا ما وقته، متى وقته؟ طيب وقته بعد البطوله من تصفيات كاس العالم، ونقول لكم كله ما في وقت، ما في وقت يا مالك. اكلنا اهداف كاس الخليج وكاس العالم. لا شوف احنا يعني خلينا نكون واقعيين ومنطقيين بنفس اللحظه. يعني تخيل المنتخب السعودي حاليا رضخ، او الاتحاد السعودي رضخ لمطالب الجماهير لاول مره الكره السعوديه بهيبتها وبقوتها وبعراقتها تستخدم مدرب على نظام الإعارة. وأعتقد في بطولة قارية. في بطولة قارية يعني في هناك أوقات دائما تحكم عليك الصعب أو المر كي تتجنب الأمر. يعني المنتخب العراقي أيضا مدرب بنظام الإعارة، نحن نتحدث عن المنتخبات العربية. يعني نبيل معلول في اللحظات الأخيرة مدرب للمنتخب الكويتي، وهذه المنتخبات خرجت من دائرة الترشيحات لأنها أجهزة فنية جديدة. المنتخب البحريني في وضعية أيضا من الناحية الفنية، لذلك في بعض الأحيان يكون الإبقاء على المدرب حتى لو هذا في حال افترضنا أن ليغوين ليس بالشخص المناسب، ولكن في بعض الحالات الإبقاء على المدرب يكون أفضل من البحث عن غيره ما قبل البطولات. جميل. ويقول بعد مالك شكيلي: بعد جمع الكاب انتهى الانضباط في معسكرات المنتخب وتطور الوضع وأصبح البديل هو من يختار اللاعبين، وأتحدى من يقول غير ذلك. ما نريد بطولات، نريد حل الاتحاد والجهاز الفني والإدارة للمنتخب. معصب مالك. فاضل الهدابي: ظفر الله المؤذن ربما واقعي في تحليله، ولكن لكل مسابقة ظروفها ومعطياتها. نعم صحيح، منتخبات الشرق الآسيوي وإيران ربما ظروفها مواتية لها، ولكن يجب أن لا نستبق المسابقة. في منتخبات كثيرة يعني كانت خارج الترشيحات وتصل عفوا إلى النهايات حتى على المستوى العالمي. نتحدث عن منتخب الدنمارك عندما شارك كبديل عن المنتخب الاتحاد السوفيتي أو المنتخب الروسي، ومن ثم وصل وبلغ النهائي وفاز بلقب بطولة أوروبا. دائما ما تكون منتخبات الظل مهددة بشكل كبير، ومن جعل المنتخبات العربية هي منتخبات ظل حقيقة سياسات الاتحادات بشكل عام في تلك المنتخبات. يعني المنتخب السعودي من 2004 حتى 2014 وهو في مرحلة انتقالية، متى جميل. تنتهي جميل. طيب نحن نمر كما ذكرنا بشكل سريع أيضا على بعض الأحداث الأخرى. المنتخب الوطني الأولمبي تواجد في الأردن في معسكر قصير، لعب مباراتين مع الشقيق الأردني، خسر في واحدة وفاز في الأخرى. محمد خميس العريمي مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي: مساء الخير كابتن محمد. خير أخوي علي، مساء عليك ومساء إخواني المستمعين وكذلك على الكابتن هلال محمد والأخ نظار. يا مرحبا فيك. وكل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت طيب. نسألك عن تحضيرات المنتخب الأولمبي لاستحقاقات الاستحقاق الخليجي والآسيوي القادم ان شاء الله، ومعسكر الأردن تحديدا. والله أخوي أبو علي مثل ما ذكرت، يعني معسكر الأردن الحمد لله رب العالمين خلونا من الاستفادة التام. يعني لعبنا مباراتين وديات مع المنتخب الأردني، الأولى لعبناها يعني بالتشكيل الأساسي، يعني دائما يلعب يعني بالتشكيل الـ11 الأولين، والمباراة الثانية لعبناها بالفريق الثاني. مثل ما أنت عارف يعني احتياجنا الـ20 لاعب يعني إنهم يكونوا دائما في مستوى بدني وفني جاهزين. فالحمد لله رب العالمين مردود المباراة الأولى كانت يعني كويسة على كل المستويات، سواء كان جانب بدني تكتيكي داخل الملعب حتى على المستوى الفردي بالنسبة للاعبين، كان في انضباطي وكان يعني عالي بالنسبة للاعبين الحمد لله، وانتهت النتيجة المباراة الأولى بالفوز. المباراة الثانية لعبنا بالفريق الثاني اللي ملعب المباراة الأولى، المباراة مع ناصرة. كان نوعا ما الشوط الأول يعني دون المستوى، لكن الشوط الثاني
قدروا انهم يكتسبوا ثقه في انفسهم وقدروا انهم يوقفوا في المباراه ويقدموا شوط ثاني افضل من الشوط الاول. نعم. فهي دائما الفائده كانت في المباريات الوديه يعني دائما تجهيز اللاعب البديل انه يكون في مستوى اللاعب الاساسي اساسا انك تستفيد منهم استفاده تامه في البطوله. البطوله الخليجيه رب العالمين معسكر ناجح بكل مباراه. جميل جدا. متى تنطلق البطوله الخليجيه؟ هذا الشهر طبعا. ايوه يوم 16 يوم 16 يناير. وعلى اساس ان احنا ان شاء الله يعني نتوجه للبطوله يوم 14، بس قبل ال 14 يكون يوم 10 ان شاء الله بعد مباراه مع المنتخب الايراني في مسقط في مسقط ان شاء الله، ويوم 7 في البرنامج مباراه وديه خاطر من المنتخب السنغافوري، وعلى اساس ان ننتظر رد ان شاء الله ان شاء الله في بدايه الدوام الرسمي ان شاء الله اليوم الاثنين يكون ان شاء الله رد جاهز اذا كان يعني ايجابي ان شاء الله ان نلعب يوم 7 او نستفي مباراتنا مع المنتخب الايراني يوم 10. لانه يوم الاثنين بيكون 5-1 يعني. 5-1 5-1 يعني على اساس انه خلاص يعني بالموافقه يعني يومين يوم او يوم يعني مثلا في تجهيز يعني تذاكر والامور دي الاشياء هم عاملين حسابهم يعني يعني الاتحاد في الجانب المخاطبات صار لها فتره. جميل. بس الرد النهائي للحين ما حصلنا يعني. طيب الان الاعداد للبطوله الخليجيه بالنسبه لكم جيد؟ كافي؟ والله فضل يعني مثل ما انت عارف مسابقاتنا المحليه يعني الحمد لله يعني وخدمنا ايقاف الحين الدوري في الفتره الاخيره يعني المنتخب التزام المنتخب الاول خدمنا صراحه يعني مباراتين فضل يعني لو تلعب اربع مباريات قبل البطوله الخليجيه نوعا ما يعني كويس يعني افضل من انك ما تلعب مباريات، لكن الحمد لله يعني هو المنال الاكبر اخوي حسين في الجانب البدني بالنسبه للاعبين يعني اليوم انت لما تشوف مؤشر يعني ايجابي خلال شو يعني مباراه كامله مع منتخب الاردن يعني من بدايه المباراه الى نهايه المباراه والحمد لله يعني بدون شد عضلي بدون اصابات برتم يعني جدا يعني مثلا متوازن فوق المتوسط فتحس اللاعب انه بدنيا جاهز نوعا ما انت تحرص انك تجهز البديل فيعني قياسا بمردود اللاعبين يعني في المباراه يطمنك يعني زايد تلعب مباراتين وديات على مستوى عالي ان شاء الله ندخل مباراه الخليجيه يعني بطوله خليجيه في احسن استعداد ان شاء الله. ما هيك ان البطوله الخليجيه مباراتين بتلعب مباراتين فما في يعني تجمع طويل عرفت يعني تلعب مباراه يوم 16 يوم 18 وتلعب مباراه ثانيه يوم 20 ف يعني السيمي فاينل يعني لو يوم 23 والنهايه يوم 26 هي قصيره لكن اتمنى ان شاء الله انهم يكونوا مثلا يعني مثلا في يومهم ان شاء الله في البطوله ويقدموا الافضل. جميل. يهمنا ايضا كما ذكرت لك في حلقه سابقه الاعداد المثالي للبطوله الاسيويه لان اكيد هذا الهدف الاكبر بالنسبه لنا في المرحله القادمه بالنسبه للمنتخب الاولمبي ونتمنى ان شاء الله ان تسير الامور بشكل جيد بالنسبه لكم ان شاء الله. والله ان شاء الله ومثل ما خبرتك اخوي حسين يعني كان في ذاك الوقت كان النقاش حاضر يعني فرقه الاتحاد على اساس انه يعني كيف يعني يستضيفوا المجموعه في بالضبط وتم الحمد لله رب الموافقه اليوم يعني صار يعني بتصير ان شاء الله الاستضافه في مصر. ممتاز. طبعا بعد التسجيل مع الجهات المعنيه في هذا الشيء شهر 3 ان شاء الله عشان ان شاء الله يكون ندافع لرب الجمهور ان شاء الله ويكون يعني مثلا شهر فبراير خير اعدادي يعني تعرف انت اليوم لو حصلت مباريات وديه قويه وحصلت معسكر يعني اعدادي يعني مثلا مناسب كذلك يعني يتساعدوا معك الان بي في تفريغ بعض اللاعبين لان ما انت عارف يعني اليوم من يرجع المنتخب الوطني الاول من مشاركته الاسيويه معك بطوله الكاس وبطوله الدوري بيكون شغال وبالتالي الاحتياج الاكبر بيكون نفس الشيء لهذه الفئه مثلا من اللاعبين. جميل. فبتصير نفس الشيء معضله فاليوم احنا نفس الشيء يعني مثلا البطوله تبدا 23/3 يعني 23 مارس فشهر 2 بتكون في تصفيات الكاس وغالبا بتكون الدوري فنفس الشيء الدوري والمسابقات المحليه شغاله فنفس الشيء في معضله في تفريغ بعض اللاعبين لكن نتمنى ان شاء الله تساعد من الجميع ان شاء الله ان احنا نحصل ان الشباب يعني يحصلوا اعداد مثالي على اساس ان نخوض هذه البطوله ان شاء الله باذن الله. انا شاكر لك هذا التواصل الطيب كابتن محمد خميس العريمي مساعد مدرب منتخبنا الوطني للاولمبي نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وان شاء الله في البطوله الخليجيه تبيضون الوجه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله وشاكر لك شاكر لك كل تواصلك اخوي حسين والدعم اللي تقدمه لنا كاعلام وان شاء الله التوفيق للجميع ان شاء الله باذن الله. شكرا لك كابتن محمد. لك تعليق؟ لا ما عليك. طيب طبعا المنتخب الاولمبي لعب مباراتين مع الاردن وان شاء الله ينتظروا ممكن ان نلعب مع سنغافوره يوم 7 بس غير مؤكده هذه التجربه حتى الان مع ايران يوم 10 قبل السفر للمشاركه في البطوله. بس هي حسين اضافه انه الاستعداد والاهم اعتقد من انه يصل النهائيات الاسيويه
أو يجتاز مجموعته في آسيا لنهائيات آسيا المنتخبات الأولمبية. الأولمبية لأنها نفسها مؤهلة للأولمبية. هذه تكمن الأهمية في هذا. فأكيد هذا شيء مهم جداً. لذلك بعض المنتخبات تركت أو اللجان الأولمبية في بعض الدول العربية تركت عملية إعداد أو أخذت عملية إعداد المنتخب الأولمبي من اتحاداتها وتولت هي عملية الإشراف والإعداد والتحضير للظهور في ريو دي جانيرو في الألعاب الأولمبية. ممتاز. نعم إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني الأولمبي. حافظ محفوظ درويش الحضرمي على 90456. بدينا عاد من الحين في تجهيز الأعذار والمبررات للإخفاق المنتظر. بدينا عاد نذهب الدواء قبل الفلعة على حسب المثل الشعبي الخليجي. ما أحسن يصرحوا بأن كلهم ال 23 لاعب مصابين ونسحبهم من البطولة. هذا شيء وارد يعني يصير. إن شاء الله الأمور. ليش هذا التشاؤم؟ هو مو تشاؤم ولكن شوف تخوف. هو مش تخوف يعني. حتى قبل البطولة. حتى قبل بطولة الخليج شفنا نفس ال. صحيح ولكن أنت في بطولة كأس الخليج يختلف الوضع. اليوم المرحلة أصعب عن كأس الخليج. في كأس الخليج أنت عملت في البداية عمل جيد ولكن في النهاية ما كان عملك جيد. ولاحظني أن خسرنا مباراة قطر كلعب وكنتيجة. وهناك في جوانب تفوق بها المنتخب القطري كلاعبين على مستوى اللاعبين جماعية الأداء ونفس الشيء حتى بفكر المدرب يعني تفوق علينا المنتخب القطري في هذه المباراة. وإضف إلى ذلك أنه الآن أنت تروح في هذه النهائيات وهذه الإصابات اللي عندك موجودة نفس الشيء. ما تحس أنه المنتخب راح رايح لنهائيات آسيا وهناك هو يعني حامل آمال يعني صراحة من خلال متابعة من خلال ما نحس فيه كمتابعين لكرة القدم يعني. يعني نشوف الكل مغصر يعني صراحة سواء في وجهة نظري سواء كمنتخب يعني المنتخب اليوم إعداده ما كان من مباراة كوستاريكا ومباراة الأورغواي. لا كان هناك في معسكر في فرنسا كان في معسكر في بريطانيا وفي مباريات وفي وكذا مرحلة. يعني أنت لما تجي الآن في النهاية إذا حتى كأس الخليج كانت من ضمن مرحلة المرحلة طيب على أساس أنك توصل يعني ما في قصور. إذا الناس اليوم يجب أن هناك تكون في نتيجة. هل وفرت البول لقوين كل الإمكانيات تقصد؟ كل شيء موفر البول لقوين. إيش يريد بول لقوين أكثر من كذا؟ كل شيء موفر البول لقوين. يعني المنتخب الاتحاد مسخر كل شيء على حساب الأندية على حساب وهذا منتخب يجب انك انت توفر العضاء احيانا على حساب منتخبات المراحل. نعم حتى على حساب منتخب الاولمبي وعلى حساب بس ولكن في جزئيه. ولكن اليوم لوغوين لو محقق نتيجه لو ما عمل جيد وانا اكد على هذا الجانبين يعني انك انت تصعد يعني كاغلى تقدير انك تصعد للدور الثاني وهو بعمل جيد على اساس انك انت تقنع الناس فعلا انا عملت حاجه والمنتخب هذا يبشر بالخير اقدر فيما بعد في المستقبل اغارع طالما اننا لأن أنت عندك مشاركتين كانت سابقة وصولك للنهايات وهذه الثالثة. إذا هذه الثالثة يجب أن يكون فيها عمل مضاعف إنما من الدور الأول لا ما في حد بيرضى أو بيسكت أو بس هو سأل عن بشكل سريع لأن عند اتصال سر التشاؤم أو سر التشاؤم العديد من الجمهور. أعتقد أن الجماهير عاشت في مرحلة معينة مرحلة التفاؤل وشعرت بأن منتخبنا أو المنتخب العماني راح يكون في نهائيات كأس العالم. المنتخب الذي فاز على المنتخب الأسترالي فاز على المنتخب الياباني فاز على المنتخب العراقي ومن ثم بقيت له لقاء أمام المنتخب الأردني في عمان وكان مطلوب منه التعادل. لذلك عاشت الفرحة وعاشت التأهل وعاشت الإنجاز ومن ثم أصيبت بخيبة أمل نتيجة الخسارة ففقدت ثقتها الكاملة في الجهاز الفني. أنا أتحدث عن الجماهير المتشائمة. فقدت الثقة الكاملة بالجهاز الفني وفي الاتحاد وفي لقوين وفي العديد أيضا من اللاعبين. لذلك يعني بحاجة فعلا هذه الفئة بحاجة إلى مصالحة كبيرة من قبل الجهاز الفني واللاعبين في البطولة الأسيوية. شيء عندك اتصال حسين؟ عندي بس اتصال في موضوع آخر لأني لا في هذه الجزئية معلش عذرنا الآخر. شوف أنت خسرت بطولة كأس الخليج يعني بعد مباراة قطر ولكن تبقت لك مباراة اللي هي المباراة الثالث والرابع. صحيح إنه يقول لك هذا هي عرف أو ما لها هي أهمية ولكن في بعض المباريات أنت تستفيد فيها بجوانب ثانية. أنت تعرف إن إحنا ومباراتنا مع الأخوة في المنتخب الإماراتي هذا ديربي. يعني أنت كان ممكنك تستغل هذا الموقف لصالحك يعني يهدي بعض الأشياء يعني. نعم
لانك انت بطولتين سابقات من الدور الاول، يعني بطوله اليمن وبطوله البحرين، فتجي هذه البطوله وتخرج بالمركز الثالث اللي هي بالرياض، يعني نوعا يعني ما في مباراه منتخب الامارات، ولكن احنا دائما نضيع الفرص على فرص. حصلت فرص مع منتخب الامارات اكثر من منتخب الامارات، المنتخب الامارات يحصل فرصه فرصتين وسجل، انت ما سجلت. لوغوين يعني يدخل يسجل؟ لا مش لوغوين بس عمل لوغوين. بعض الكرات المرمى الفريق الاماراتي فاضي. حسين ما لا 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 حسين ما في تركيز. لا 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 تقول بهذه المنطقه ان لوغوين هو اللي يسجل، هذا عمل لوغوين، هو اللي يصنع من اللي يسجل. طيب معلش بس بعض الاحيان اما اذا جلس لا حسين شوف اما اذا جلس طول اذا جلس طول اليوم هو تمرين على البحر وتمرين جري وتمرين فرم، اذا كيف بتلعب انت كمجموعه؟ احنا الاشكاليه احنا مش يعني مش متشائمين احنا نتمنى ان شاء الله لوغوين. لا 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 مش متشائمين، انا اتمنى اللوغوين. انا قلت لك مش متفائل ولا مش كيف في النص محايد في النص حتى نهايه البطوله. طيب برجع لكم في الموضوع بس اسمحوا لي اروح للاخ العزيز احمد السلماني رئيس القسم الرياضي في جريده الرؤيه، وعندهم ندوه حول تطوير الرياضه العمانيه على في الايام القادمه، واعتقد انها بادره ولفته طيبه. ناخذ بعض التفاصيل من الاخ احمد. مساء الخير. مساء النور اخوي حسين، حياك الله. بدايه بس ضيوفك الكرام يا اهلا فيك. الله يسلمك. بس تعطينا نبذه بشكل سريع عن هذه الندوه المنتظره في الايام القادمه باذن الله. نعم اخوي حسين، هذه الندوه هي مبادره من جريده الرؤيه. إن والله الجريدة هذه تحت بند يسمى إعلام المبادرات، يعني بمعنى إنه إحنا نساهم في إنه والله الرياضة هذه في السلطنة نقدم لها يعني تناقش في ندوة همومها، تناقش في ندوة كيف ممكن إحنا نطور رياضتنا، كيف نحن نوصل للمنصات التدويق، كيف نحن نلحق بالآخرين حقيقة. يعني مضى علينا عام 2014 والأخوان أكثر من يعرف أنه والله من الصعوبة المكان، يعني أن احنا والله نقول أن احنا حققنا شيء في 2014 حتى في 2013. فإحنا في جريدة الرؤية حقيقة بصدد إقامة ندوة تحت عدوان الرياضة العمانية التجربة والمستقبل. نعم جميل جدا. نعم راح يكون فيها عدد من المحاضرين. والله الحمد لله، يعني طبعا من عنوان الندوة أكيد الجمهور راح يعرف إحنا نهدف ليش. يعني هذه الندوة راح يعني نحاور فيها شخصيات رياضية، شخصيات ما كلها رياضية ولكن شخصيات متخصصة في الإدارة. نتكلم مثلا عن الدكتور أنور الرواس، نتكلم عن الشيخ سلطان الحوثني، نتكلم عن الشيخ محمد البوسعيدي رئيس لجنة الشباب في مجلس الشورى، نتكلم عن الدكتور منصور الطوقي تجربته في الرياضة. جميل. إضافة إلى هشام العدواني من اللجنة الأولمبية. فإحنا يعني مجمعين كما تقول باكورة من الناس اللي ممكن تناقش تحاور تتكلم عن الرياضة عموم الرياضة. ما راحين نتطرق إلى الماضي، يعني الماضي كثر ما إحنا راحين نشوف المستقبل. جميل. كيف ممكن نحن نخدم الرياضة، كيف نحن إحنا إيش نحتاجه على اساس ان احنا نوصل حقيقه كما وصل يعني اخرين. يعني احنا اليوم نتكلم عن تجارب حتى قريبه منا، يعني من هذا المنطلق ان احنا طبعا رايحين في جريده الرؤيه راح نوفر ارضيه فقط، ورايحين في النهايه نتكلم عن ملف يخرج من هذه الندوه. نتمنى ان توصيات هذه الندوه راح يؤخذ بها. احنا حقيقه متعشمين كثير في اللي بيحاور وفي اللي بيتحدث. جميل. وبتكون مفتوحة للجمهور بحيث أن الشارع الرياضي مثل ما أنتوا عارفين اليوم ما شاء الله على مستوى عالي جدا من الثقافة الرياضية، أتكلم عنهم حس عالي في الرياضة. وبالتالي نتمنى أن والله هذه الندوة تخدم الرياضة العمانية وتضع الرياضة العمانية، احنا نقول ما إنما في مسارها الصحيح، ولكن كيف ممكن نحن كإعلام نبادر نساهم أن والله هذه الرياضة تقدم شيء للسلطنة. أن اليوم أسمع أنا السلام السلطاني يعزف في الأولمبياد. جميل. اليوم أشوف منتخب بلادي كرة القدم مثلا، الآن الأخوان يتحدثوا عن لوغوين والمنتخب وكذا، لا تطالبوا لوغوين بأكثر من كذا، لا تطالبوا الاتحاد بأكثر من كذا، لأنه هو بكل صراحة
حتى يعني مقومات انه والله لوبون او اي رياضه عمانيه انها تنافس ما نملكها يا اخوان، ما نملكها يبالنا كثير. ليش ما نملكها الاخ احمد؟ ليش ما نملكها؟ ليش ما نملكها؟ انا اقول لك والله لا، مساء الخير بدايه عندك الهلال المخين، ليش ما نملكها؟ استاذي يعني لربما يعني انا ما يعني ما بصدد اننا نتناقش في مثلا تفاصيل كثيره، ولكن احنا وين من تجارب اشقاء اخوي يعني استاذي؟ ليش احنا نكون في محل مقارنه يا اخي؟ ليش نكون في محل مقارنه دائما؟ ليش ما يكون عملنا منظم هنا؟ ولكن انا اسالك سؤال، انت الان لحظه الاخ احمد نعم. شوف نعم. احنا كلنا الهدف واحد، وانت الان نعم. بديت بكلام جميل ومبادره كثير جيده وتحسب لكم نعم. ولكن انا استغرب نفس الشيء واعتب على جريدتكم نفس الشيء، انا كغاري للجريده جريده الرأي، انتم ما تفردوا مساحه كبيره لتغطيه المنتخب، انتم صحفي لاستراليا ما رسلتوا، صحفي اللي يغطي لكم انتم كجريده ما رسلتوا. استاذنا احنا نتكلم عن اشياء يعني لا مش اشياء، هذا اللي يطور العمل استاذي، هذا اللي يطور العمل. جريدتي اقتصاديه وليست رياضيه في المقام جلد. الاول الشيء الاخر استاذ هلال، يعني انا هذا النهج مالي ان انا ابادر. طيب. ان انا ما بس انقل حدث، انا اصنع الحدث زين، وان انا بادر ان انا والله اقول يعني هي مش جريده رياضيه لكن جريده اقتصاديه، واليوم عامله لكن اليوم عامله ندوه رياضيه ايضا، فانت اكيد يعني نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. متى الندوه ان شاء الله؟ اي تاريخ؟ 11 يناير ان شاء الله. انا اتمنى وادعو الان على الهواء مباشره كل من يهتم بالرياضه والرياضيين انه والله يشرفنا في هذه الندوه. نعم. ما احمد السلماني راح يتحدث، بيتحدثوا ناس متخصصين على اعلى مستوى. جميل. وان شاء الله نتمنى احنا يعني نخرج في توصيات. هي تشمل الرياضه العمانيه بشكل عام بكل فروعها. الرياضه وليست كره القدم، الرياضه بشكل عام. وليست كره القدم فقط يعني. ثلاث محاور، نتكلم عن المحور الاول اذا سمحت استاذ حسين. تفضل. المحور الاول اين نحن؟ وانتم كاساتذه عارفين ايش معنى تحت اين نحن. المحور الثاني نتكلم عن تحليل الفجوات والتحديات، نتكلم عن إدارة إعلام، نتكلم عن دعم مالي. المحور الثالث إن شاء الله أين نريد أن نصل. جميل. أين نريد أن نصل إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، ونحن شاكرين لك هذا التواصل الأخ أحمد سلماني رئيس قسم الرياضي في جريدة رؤية، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. حياك الله أستاذ أحمد، موفقين. حياكم الله، مع السلامة. انت يعني بس جريدة رؤية ما رسلت حد؟ لا كلها، انا اعتب على كل الاعلام اللي ما راسل، اللي ما راح يغطي كل الاعلام انا اعتب عليه. تشوف يمكن بيرسلوا في البطولة. حسين تشوف الانسان لازم يكون خطه واضح. زين، وانت تعرفني من اكثر من سنه. لا عارفني. ايوه انا قلت لك دائما ما اكتب سطر واترك سطر. اي جهه اعلاميه اليوم تتري من الاتحاد هي اللي ترسل وتوفير سكن وما شابه وما شابه، كان الجريده وزعوا لك اياها ببلاش. ما حد يوزع لك الجريدة ببلاش، أنت المادة هذه تبيعها، أشتريها أنا كغاري الثاني الثالث بمقابل، إذا يجب عليك نفس الشيء أنك تبدأ أي جريدة كانت أي جهة إعلامية كانت الوكالات. يجب أن نحن نواكب نفس الشيء. اليوم هذه نهائيات، أنت صحيح أنه ما عندك حقوق نقل المباريات، ولكن اليوم الناس معظمها اللي يشجع المنتخب أو يهوى كرة القدم بيتابع مباريات المنتخب، ما أعتقد بالمشكلة. ولكن لا لا لا، ولكن في جوانب واحدة تراها. ولكن في جوانب أنت تقدر تعمل عليها كصحافة كتلفزيون كإذاعة، تقدر تعمل عليها أنت. صحيح. الجوانب اللي هي الحدث اللي تقدر اللي غير مرئي بالنسبة لل يعني خارج نطاق الملعب، أنا يجب أن عايش هذه الأشياء. أكثر كلمة بتستفزني في أي استحقاق أو لمن يعني بيطلع صوت بيحكي لك نحن لا نملك، فيش شيء بالرياضة اسمه لا نملك، ومن المعيب أو يعني المخجل أنه نتحدث مثلا على أنه لا نملك مقومات الفوز أو التأهل أو كذا. لماذا لا نملك؟ دوري موجود، لاعبين موجودين على مستوى عالي، مستوى عالي، بدليل أنه في لاعبين أنه أنجح تجربة عربية آسيوية في الاحتراف الخارجي كانت من عمان. أوكي. منتخب وصل وبلغ يعني ذروته في أكثر من مناسبة، وكان قريب جدا من حتى تحقيق المفاجأة، يعني لولا الحظ اللي تحدثنا عنه في 2004 لربما كان المنتخب العماني طرفا في النهائي. حتى المنتخب الياباني يعني بلغ النهائي وتوج باللقب، وكانت مسألة التأهل بينه وبين المنتخب العماني. لذلك نحن نملك، ولكن نحن المشكلة ليست أننا لا نملك المقومات، ولكن لا نعرف كيف ندير
الأمور المتاحة أمامنا. توظيف الموضوع سليم. الموضوع يعني. موضوع توظيف. إذا تحدثنا عن الميزانيات أو الاتحادات وما ذلك وما تنفق، المنتخب اليمني قدم ما لم يقدمه أي منتخب خليجي في خليج 22 وكان الأقل إنفاقا على المنتخب. المنتخب الفلسطيني آخر المنتخبات وصولا إلى أستراليا ولم يقم أي مباراة ودية ومع ذلك بلغ النهائي. إذن الموضوع موضوع كيف أدير، كيف أجهز اللاعبين من الناحية النفسية والفنية وما إلى ذلك، مقومات الفوز، الهدف. دائما عندما أنظر إلى الهدف البعيد يمكن لي أن أحقق على المستوى القريب أشياء مرضية. لا يوجد أحد نهائي المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس التحدي، كأس التحدي. حتى في بطولة أستراليا هم لا بطولة ضعيفة كأس التحدي يا أخي، حتى بطولة ضعيفة، ولكن عندما تتحدث عن المنتخب لا يتجمع نهائيا، عندما تتحدث عن المنتخب بين منطقتين غزة ورام الله وسبع لاعبين، لا معك في هذا شيء 100%، لكن أنا أقصد في بالنسبة للاتحاد الآسيوي وحتى موضوع المتأهل هو بطل كأس التحدي. أوكي. هذا في هناك في عليه علامات استفهام، يعني. هناك أكثر من علامة استفهام، ولكن عندما نتحدث عن الإمكانيات وأن نملك ولا نملك، لا يوجد منتخب أو منتخبات في العالم تملك ما تملكه الاتحادات الخليجية لكرة القدم. لا يوجد منتخبات على الأقل في شرق آسيا تملك ما تملكه في غرب آسيا ما تملكه الاتحادات الخليجية لكرة القدم، ولكن مستوياتها متراجعة. إذن المسألة توظيف وليست إمكانية. نقطة، أنت ذكرت أن من أنجح التجارب على مستوى الاحتراف الخارجي تجربة السلطنة على المستوى الآسيوي، ولكن النجاح أيضا يقاس أيضا بالاستمرارية وهو مستمر. يعني لو عدنا قليلا للخلف، مشكلة على الحبس كانت هي مشكلة اللاعب في مباراة أستراليا التي تم التعادل فيها بهدفين مقابل هدفين. كان اللاعب مصاب، والنادي ويغان مدرب نادي ويغان طلب منه أن لا يخوض اللقاء، وضحى يعني علي الحبسي في ذلك الوقت مشكور، وطبعا لا أحد يشكك في انتمائه وحبه وولائه لهذا البلد وللمنتخب الوطني. فعلي الحبسي تحامل على إصابته ولعب في تلك المباراة، ومن ثم أتت العقوبة من الجهاز الفني بعدم إشراكه في نهائي كأس إنجلترا على ما أذكر، وحدث ما حدث بعد ذلك من تهميش أو أنه نظرا لأنه خالف قواعد المدرب أو مطالب المدرب. علي الحبسي تجربة مستمرة وطويلة جدا، لو شاهدنا عمر اللاعب مثلا مقارنة مع أقرنائه في الدوري الإنجليزي وما إلى ذلك، لشاهدنا أن هناك تقارب. يعني اللاعب فقط إذا أنهى مسيرته ينهيها بسبب الحاجز العمر. لكل زمان دولة والرجال وميادين كرة القدم معروف العمر الافتراضي للاعب فيها، لذلك لا أحد يشكك بإمكانياته وما إلى ذلك. جميل. نحن نتحدث عن المقومات موجودة. المشكلة الأساسية التي تعاني منها الكرة بشكل عام في دول المنطقة هي عملية الإدارة. جميل. فقط لا، ليس أكثر. حسين، احنا صحيح انه مطالبين ككرة قدم او كرياضة بشيء الكثير، ولكن يجب ان ما نقول احنا الى وين وصلنا، يعني او الى وين. مثلا الاخ احمد اللي احترمه وقدم له وكل التقدير له، يعني لما دائما نقارن انفسنا بالاخرين اذا ما رايحين احنا نوصل. لما انا اشوف دائما مقارنه البطاقه اللي هي في تصفيات كاس العالم، احنا والاردن اللي لعبت مع الاورجواي، من المنتخب الخليجي اللي وصل لهيك المرحله فذاك الوقت؟ ما في. السعودية وريكارد. أيوة. كم راتب ريكارد؟ يعني كم الفاتح المنتخب السعودي على الشيء؟ نفس الشيء المنتخب الأولمبي على أساس أولمبيات لندن مع السنغال ملحق لعبنا. الخطوة الأخيرة. والخطوة الأخيرة صحيح إنه الإمارات كأس العالم للشباب. هذه نتائج، يعني هذه نتائج. إذن إحنا عندنا الإمكانية، عندنا محتاجين الدعم بالمبادرات. الدعم يعني مش شرط لازم يكون كله مال يعني مادي، لا، بالمبادرات، بالعمل، يعني كلهم في مجاله. نعم، العمل المنظم. اليوم المنتخب يلعب نهائيات، يعني انت نهائيات ما تلعب. احنا نشوف صفه من الاعلاميين وصفه من الجماهير في كاس الخليج، نهائيات، هذه نهائيات اسيا قاريه يعني يمكن ما متفائلين. لا والله للاسف يا اخي. على 90456، مساء الخير على المنتخب اللي يلعب بمبدأ الجود بالموجود وذلك للظروف منها. لا يوجد لدينا دوري قوي ولا لاعبين محترفين عكس منتخبات شرق القارة. بالتوفيق للمنتخب. لا، شرق القارة مين الأندية القوية اللي فيها؟ يعني سيدني مثلا، سيدني الأسترالي. شرق القارة تعتمد على الاحتراف الخارجي وليس على أنديتها. يعني بتعرف على أندية أستراليا، شفنا سيدني
سيدني لو في يعني في الوضع الطبيعي ما شاهدناه من سيدني اي فريق في دوري المحترفين يعني العماني يمكن ان يتفوق عليه. الحكم لو كان منصف الهلال يفوز ب 4-5. طيب كلنا حافظ محفوظ درويش الحضرمي، كلنا نتمنى التوفيق لمنتخبنا وراح نوقف وراء الاحمر العماني بس علشان اسم هذا الوطن الغالي. لكن العشان جميل جدا، لكن ما دام هذا الاتحاد موجود ما راح نوصل لمكان. الاتحاد لازم يستقيل ولازم تتجدد الدماء ولازم تجي ناس فاهمه. شكرا لك يا حافظ، ما كنا كويسين. يا حافظ هدي اللعب يا حافظ. على موضوع تجديد الدماء، الاتحادات الاسبوع الماضي تقريبا بشكل عام الوزاره مسوده قرار انه ممنوع الازدواجيه بالمناصب. الاتحادات ايدت، الهيئات العامه بالاتحادات رفضت وطالبت بازدواجيه المناصب. فيعني المشكله حكينا اوسع من انه اتحاد او رئيس اتحاد، المشكله في منظومه كامله. انا لما بدي اعتب او بدي انتقد بنتقد الاتحاد بهيئته العامه بلجانه بشكل كامل. لا يمكن لشخص ان يكون يدير كل هذه المهام وحده، يعني طيب. بالنهايه بني ادم 24 ساعه طيب. مع وقت تصحيح معلومه من سيف السعدي، تصحيح معلومة منتخب دنمارك في 92 تم استدعاء لحل محل منتخب يوغوسلافيا سابقا، صحيح؟ نعم. كنا غير هذا. لا ما كنا يوغوسلافيا. طيب. يوغوسلافيا بالضبط. وجاك بديل وفاز بالبطولة. هذه رسالة من هاني الحنظلي أبو هدى. أخي حسين، المشكلة ليست في رئيس الاتحاد وإنما في المدرب الفرنسي، ما عنده أي جديد يقدمه. أعتقد المنتخب يحتاج مدرب وطني أمثال حمد العزاني أو رشيد جابر. ما يحق جلدك غير ظفرك كذاك. زين الله يسهل. لا هو مع الاحترام للاخوه الان كل غايم بدور سواء كحمد العزاني او رشيد، احنا نتمنى ان شاء الله او بولقون او بولقون طبعا كلهم كل حد غايم بدور، ولكن يعني شوف بعد عمل 3 سنوات سواء فيه الكابتن رشيد سواء فيه الكابتن حمد، عمل 3 سنوات خلاص انت يجب انك كمتابع كجمهور تريد نتيجه. نعم. بعد عمل 3 سنوات و4 سنوات انت تريد كنتيجة، قطف الثمار، يعني قطف الثمار. هذا 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 الشيء المطلوب من كل المدربين، هم كلهم فيهم الخير والبركة، ولكن لوغوين انا اتوقع انه اذا ما كان لا قدر الله، الواحد ما يكون متشائم، نقول لا قدر الله اذا ما كان فيه نتائج لا خلاص. أبو عدنان الكليبي، مرحبا كباتن الأحمر، سوف يكون الحصان الأسود في البطولة بدون جماهير وبدون إعلام. لا الجماهير هناك في على حسب ما أعرف إنه كالعادة يعني الطلبة إخوان الطلبة الموجودين. نعم الطلبة، ولكن بعدين تعرف يعني جهد بعدهم ما شاء الله عليهم. نعم يعني تعرف بعد هذه الفترة فترة إجازة يعني بالنسبة لل صحيح. ولكن معظم الطلبة متواجدين هناك وإن شاء الله يعني عمل جالسين السفارة جالسة تشتغل على هذا الجانب. سؤال، لو استراليا نظمت يعني حبت أنها تستضيف كأس الخليج 23 على أرضها بدأش تشارك، كم عدد الجماهير الخليجية والإعلام الخليجي اللي راح يكون في أستراليا؟ كثير كلهم. كل المنتخبات الخليجية موجودة في أستراليا الحين يعني. حلوة ما في ندوات ما في شيء. اليوم أنا بين 2 صراحة الله يعيننا. في رسالة يعني مساء الخير بدون اسم، هذه الرسالة لو طلع المنتخب من الدول الأول بنتحرني. لا 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 ان شاء الله ما توصل، فعل بالخير ان شاء الله. الكره فوز وخساره يعني كره قدم يعني، وفوز وخساره وارده ترى يعني. نحن مثلا ما نطمح الاخرين يطمحون، ونحن مشاركتنا الثالثه وبعضهم مشاركه 13، ف ان شاء الله الامور تكون طيبه. بعض المتفائلين يقول لك يا اخي احنا قبل كاس الخليج كنا متشائمين، الفريق كان يخسر حتى في المباريات الوديه. صحيح. لما دخلنا كاس الخليج كثير من المحللين حتى غيروا قناعاتهم على المنتخب عمان ورشحوا للبطوله. صحيح، وهذا الانسان يجب انك انت تعيش نفس الشيء، تكون متفائل يعني بالمرحله القادمه. انت ما تدري اليوم ممكن مرحله الاعداد ما مشت بالصوره السليمه، نفس الشيء يمكن الاصابات مؤثره على الفريق، ولكن ما تعرف ايش البديل بيكون عطاء في المباريات مثل ما عمل سعيد الرزيغي. يعني هو تمرين واحد قبل الذهاب للرياض ما تمرن مع الفريق، ولكن يعني كان اللاعب حاضر، ونفس الشيء الفرصة كانت مواتية والمجموعة كانت يعني رتمها جيد، يعني الفريق كان رتمه جيد، فقدر انه يتوفق. فهذا العمل يجب انك انت تعيش عليه، ولكن يجب انك تكون مراجعة بعد كل بطولة سواء فيها نتائج إيجابية ولا نتائج لا قدر الله سلبية. ولكن احنا دائما لما نحصل النتائج الإيجابية خلاص ننسى ما كنا عملنا 100% كله صح. نعم. إذا نشجع المنتخب لأن البطولة قريبة، المدرب لوغوين
إيش والله نشجع المنتخب لأن البطولة قريبة. المدرب لوجو المدرب ممتاز معك نصر السيابي. طبعا آراء نحن ما نقيم بعد مدرب, نقيم عمله في الملعب نتاج وهو يبقى اسمه اسم كبير ما في شيء. هي ملاحظة في أي ملاحظة بشكل عام على اللاعب العربي وعقلية اللاعب العربي الآسيوي, خلينا نكون يعني أكثر, لأنه اللاعب العربي الإفريقي ربما أقرب للاحتراف من الآسيوي. اللاعب العربي الآسيوي تحديدا يعيش مرحلة, أو بعيدا عن الجمل الفنية والتكتيكية وما إلى ذلك, معظمهم يفوزون أو يتفوقون على أنفسهم بالفزعة أو يعني بالنخوة العربية إن صح التعبير, يعني بالقدر الذي يكون مشحون فيه نفسيا. لذلك الجانب النفسي والجانب المعنوي يلعب دور كبير في أداء اللاعب العربي داخل أو على أرض المستطيل الأخضر بعيدا أيضا عن الجهاز الفني. نعم أتمنى من الكباتن نناقش مستوى الكابتن علي الحابسي أبو عدنان الكليبي. طبعا كان علي فترة من فترات راجع من إصابة, وربما من بعض تحدث عن مستوى في بعض المباريات, لكن نتمنى إن شاء الله أن يكون حاضر. ما في شك بأن علي من يعني نقاط القوة اللي يرتكز عليها المنتخب في كثير من الأحيان. صحيح, تشوف لما ترجع خاصة في آخر سنتين يعني للكابتن علي تحصل إنه اللاعب شوية كان في مر بظروفه, تقدر تقول من هالإصابة, نفس الشيء عدم رجوعه كلعب يعني كيلعب كأساسي, إضافة إلى ذلك هذا أثر في نزول المستوى بالنسبة لعلي. ولكن لما ترجع لسيرة علي ككامل تحصله يعني أنت لازم تكون متأمل إنه في أي لحظة ممكن يرجع. إصابة بعد كانت صعبة, لين يعني لين ما كانت إصابة سهلة لي. لا لا الكتف هي إصابة الكتف هي أصعب, هي صعبة خاصة الحارس مرمى. ولكن لما ترجع لسيرة علي ككل, فترة احتراف وما شابه والتجارب اللي خاضها والمعاناة اللي حصلها تراكم, يعني يعطيك أمل. هذا الشيء يعني سيرة علي, ونفس الشيء الجوانب الإخلاقية اللي يتميز بها علي. صحيح. هذه تعطيك مؤشر ممكن علي في أي لحظة إنه يرجع, وأنت تعرف عمر الحارس المرمى يعني هو شغل على نفسه يقدر إنه يعطيه. وعلي عاقل وفكر جيد. هي ملاحظة بس بسيطة. علي الحبسي, نفترض إنه علي الحبسي الآن في المنتخب الوطني عمره تقريبا 23 عام وأول مرة يلعب على المنتخب الوطني, وقدم المستوى الذي هو عليه الآن ما بعد الإصابة للجميع أشاد في علي الحبسي ومستوى علي الحبسي. ولكن مشكلة علي الحبسي مع الجماهير ومشكلة نجاحاته كثيرة, إنه نجاحاته وبطولاته كبيرة جدا وأي هفوة, فلذلك اعتادوا أن يروا أسطورة على يعني على المرمى. ولكن صحيح. حاليا عندما نتحدث عن علي الحبسي ليس بالمستوى السيء, يقدم مستويات كبيرة, ولكن مقارنة مع ما كان يقدمه علي الحبسي نفسه. صحيح. هنا الفارق. ولكن على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الخليجي يبقى هو الحارس رقم واحد في المنطقة حتى مع إصابته. وما في لاعب طول فترة لعبه يظل في مستوى ثابت. أكيد مش بس لاعب, كل واحد يا أخي حتى الواحد في عمله ما يعني يمر أحيانا بال والله ما نعرف إلا إذا كان أنت تمر في بعض يعني المسائل. دم أدمر لا إحنا الحمد لله 7:30 ونطلع الساعة 5. طيب لحظة بعد عندنا رسائل على 90456. سلطان الزيدي, بكل أمانة الاتحاد بحاجة لدماء جديدة, كفاية مجاملات يا حسين. هذا انا اتهام مباشر من الاتحاد. انا وافقه. لا انا ما اتكلم, انا وافقه. وانا وافقك. انا وافق. انا جاملت الاتحاد. انا وافقه. لا انت كيفك عاد, هو وجه لك السؤال بس انا وافقه. انا وافقه الراي. ايوه انت كيف تبغى ترد, هذا شانك. حاجه الى دماء جديده. حاجه الى دماء جديده. لا في قمه الهرم الاتحاد ولا في الاعضاء؟ في الاتحاد. انا ما تشوف على اساس اكون لا يعني عشان توضح لي ابو حمد قاعد اكون فاهم يعني. شوف انا اقول لك حاجه. ايوه لا تعطيني كلام. وهذه قناعات, نختلف مع الاشخاص في العمل. نعم. نختلف, وهم نفس الشيء يختلفوا معنا نفس الشيء في العمل أو حتى في التحليل اللي احنا نقوله كمتابعين وكمحللين. ولكن نشوف إذا تكلمنا عن رئيس الاتحاد, كرئيس الاتحاد اللي هو السيد خالد, بدون 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 أي مجاملة. يمكن أنا من الناس اللي في فترة من الفترات وحتى لازلت أتكلم عن عمل السيد رئيس الاتحاد, ولكن بكل أمانة وبكل وضوح أقول هذه الكلمة, أنسب رئيس الاتحاد العماني. جميل. السيد رئيس الاتحاد. دماء جديدة يعني. أنسب نعم, ولكن يجب أن هناك تكون في دماء جديدة, في أعضاء يشتغلوا شغل غير عادي, متابعين غير عادي, ولكن نفس الشيء محتاجين لأسماء. جميل.
على 94.5 أيضا. إحنا في الدقائق الأخيرة بس مساء الخير كابتن حسين. أبو أحمد رائع جدا في تحليلك والتفاؤل فيك دائما, أو يتفائل هو فيك دائما يعني. عموما الرجال لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولكل مجتهد النصيب. أبو أحمد شكرا لك أبو أحمد, كلام جميل. سعيد الحراسي هذه أول ما تضحك أنت لا يا أخي, في بعض الاتهامات حسين عاتب عليك جدا. ألاحظك تتعامل بأسلوب عدم التفاؤل في طرحك بين فترة وأخرى, يجب أخذ الموضوع بحيادية. أنا ما أتسأل شفني والله ما حد عرف لك. لا أنت إيش رأيك بتتفق مع سعيد؟ ما حد عرف لك أنت, ما حد عرف لك صراحة. ولكنك تدير حوار, إحنا ما نقدر بعد تمشي على الجانبين يعني, ما حد يعرف. مشكور يا سيد أحسنت. سلطان زيدي في قمة الهرم, في قمة الهرم يبغى تغيير في دماء جديدة. يا كباتن ليش الاتحاد وجهة نظره تحترم يعني, ليش الاتحاد يمشي بنفس السياسة بدون إنجازات؟ كيف ليش هو من عند أنت ليش اليوم دائما سلطان زيدي يعني؟ ما هو عندك الأستاذ نضال, ليش الاتحاد يمشي عارف الخبايا كلها يعني. تكلمت عن الاتحاد يعني, تكلمت عن الاتحاد وانت فتحت علينا باب يعني. لا انا ما تكلمت عن الاتحاد يعني, عشان الوقت, عشان الوقت عشان الوقت عشان الوقت يا اخي ابو حمد. والله شوف كيف. السلام عليكم, هذا حمود الهنائي. السلام عليكم يا اخي, تراكم جالسين ترفعوا لنا ضغطنا. حصان اسود واحمر, منتخبنا رايح جاي, اقصد الدور الاول بس. منتخبنا مثل الجسد المصاب بداء السرطان أعوذ بالله في أحد أجزائه, ولا بد من بتره عشان يسلم الباقي. حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في تفاصيل كثيرة يا حمود يا هنا, يخليك متفائل يعني. تو يعني تو سعيد الحراسي يلومنا أن ما متفائلين, نحن متفائلين طبعا. رهي آراء تلقى في النهاية آراء. عندنا إيش نجم الشلة, عندنا برنامج مع الزميل العزيز سالم البدوي بعد قليل. وإحنا وصلنا يمكن للنهاية لأن أخذنا الوقت سريع جدا اليوم صراحة, لأن احنا تكلمنا كثير عن المنتخب الوطني, وإن شاء الله الحلقة القادمة كذلك بطبيعة الحال. طبعا البطولة تفرض نفسها ومشاركة الأحمر كذلك. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. في الرسائل بغي ليش ما تقرأ رسائل؟ لا ما عندي حاليا رسائل إلا بعدها في الطريق, يمكن يأخذها بعدين سالم البدوي في البرنامج. عاد كيف. نشاكر لكم تواجدكم. حياك الله. شكرا لك هلال مخيني. اهلا بك محمد, نشكر تواجدك وعودتك من جديد في بطاقه بيضاء, ونامل ان شاء الله هذا مكان عزيز علي صراحه. ونحن كثير من الجمهور بامانه طالبنا بتواجدك, وانتم مقصرين, وان شاء الله ان شاء الله نكون عند هذا عليك ان جمهورك يعني هو يطالب فيك. حسين خلي عنك. الله يخليك. الاستاذ العزيز نضال عارف, شكرا لتواجدك معنا. شكرا لك, اتمنى نستمتع ببطوله حلوه والاحمر يكون حاضر بقوه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين مستمعين الكرام عفوا. وأسبوع الجاي إن شاء الله عندنا برنامج بطاقة بيضة وحلقة جديدة والبطولة الآسيوية. أبو حمد يعني اليوم أستاذ نضال أنا تشرفت فيه لأول مرة ألتقي فيه, وصراحة أنا لي شرف أستاذ نضال, وإن شاء الله تدوم المعرفة إن شاء الله. تسلم تسلم الله يخليك. نحن نوجه لكم